بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله المحاضرة رقم واحد دينا في الـ ECG. First of all, we should all be thankful to Willem Einthoven, a Dutch physician who invented the ECG machine 1903. قبل ما نتكلم في تفاصيل الـ ECG لازم تعرف ان في ثلاثة principles مهمين قوي تبقى فاهمهم عن القلب. هو الـ electromechanical coupling، الـ automaticity، والـ conductivity. دول الـ principles اللي المفروض تكون عارفهم عن عضلة القلب. أول حاجة، إيه هو الـ electromechanical coupling؟ هو المطلوب من القلب إنه يعمل contraction. الـ contraction ده ميكانيكال إيفكت، بيحصل إزاي؟ mediated بكالسيوم انفلكس جوه الماسل فايبرز. عشان يحصل الكالسيوم انفلكس والكونتراكشن ده لازم تسبقه الكتريكال اكتيفيتي، عشان كده بنسميها الكترو ميكانيكال كابلنج، يعني الكتريكال اكتيفيتي يعقبها كالسيوم انفلكس في الفايبرز في الخلايا يعقبها كونتراكشن. السؤال بقى، الالكتريك اكتيفيتي دي جايه منين؟ جايه من مكان اسمه البيس ميكرز اوف ذا هارت. البيس ميكرز دي هي اللي بتنيشيت الالكتريك امبلسز. طب هتسال سؤال، بتنيشيت الالكتريك امبلسز دي من نفسها كده؟ اه من نفسها. ليه؟ لان دي سبيشاليزد سيلز عندها طبيعه انها تفاير بشكل اوتوماتيك. مين هي الاماكن دي؟ الاماكن اللي هي عندها انترنسيك اوتوماتيستي، لانه فيها هنشوف بعد كده في الاريتميا ممكن اماكن تانية من القلب تكتسب خاصيه الاوتوماتيستي. مين هي الاماكن اللي نورمالي عندها انترنسيك اوتوماتيك اكتيفيتي؟ اول مكان هو الاس اي نوت، تاني مكان هو الاي في نوت، تالت مكان هو الباركنجي فايبرز اللي شايفينها دي. هتسال سؤال تقول طب ليه هي الاماكن دي بس هي اللي عندها خاصيه الاوتوماتيستي وبالتالي هم المين بيس ميكرز اوف ذا هارت؟ عارف ليه؟ لانه لما تيجي تبص على المنظر بتاع الديبولاريزيشن هتلاقي ان الديبولاريزيشن بتاع الاوتوماتيك سيلز دي بتاعت البيس ميكرز اللي هم بنقول عليهم الاكزايتبل تيشو مختلف عن الاكشن بوتنشال بتاع الاتريال والفنتريكولار ماسل. بتلاحظ انه الاتريال والفنتريكولار ماسل في الاكشن بوتنشال بتاعهم محتاجين امبلسز تجي لهم من مكان تاني، لان انت عارف ان الخليه في الوضع العادي بتكون نيجاتيف انترسيلر بالنسبه للاوتسايد، يعني بتكون جوه تقريبا ماينس 90، وكده بنقول عليها ان ابولارايزد ستيت. بولارايزد، ولما ده يتغير ويبدا جوه الخليه يبقى مور بوزيتيف، يعني الماينس 90 تبقى ماينس 80 ماينس 70، ده بيبقى اسمه دي بولاريزيشن. عشان كده ده بدايه الدي بولاريزيشن وهنا بقت فولي دي بولاريزد. ولما ترجع الخليه تاني للوضع اللي كانت موجوده فيه قبل كده اسمه ري بولاريزيشن. يبقى هي اصلا بولاريزد، يحصل لها دي بولاريزيشن وترجع ري بولاريزد. دي اساسا ده اللي بيحصل في الاكشن بوتنشال. وبالتالي لما اجي ابص في الاكشن بوتنشال هنا هتلاقي ان الاكشن بوتنشال بيبقى عباره عن دي بولاريزيشن وبعدين ري بولاريزيشن، وهنا دي بولاريزيشن وبعدين ري بولاريزيشن. طب ايه الاختلاف؟ انه في الاتريال اوف الفنتريكولار ماسل عشان يحصل الدي بولاريزيشن ويف ده بيحصل بصوديوم انفلكس، والصوديوم انفلكس دي بتكون عباره عن فولتج جيتد تشانلز. الصوديوم تشانلز دي اصلا مقفوله، بتفتح امتى؟ لو كانت الخليه عند ماينس 90 زي ما هي الصوديوم تشانلز دي هتفضل مقفوله، لكن لو جت امبلس من بره خلت الماينس 90 دي ماينس 80 الصوديوم تشانلز هتفتح ويبدا يحصل الصوديوم انفلكس وبالتالي يحصل الدي بولاريزيشن. يبقى الخلايا اللي مش اوتوماتيك زي الاتريال والفنتريكولار ماسل ليه هم مش اوتوماتيك؟ عشان معتمدين على امبلس تيجي من بره تقلل شويه من النيجاتيفيتي الموجوده وتخليهم مور في الاتجاه البوزيتيف، ده بيفتح الصوديوم تشانلز فيحصل الدي بولاريزيشن، وبالتالي انا قاعد مستني لحد ما تجيلي الامبلس دي، وبالتالي انا مش اوتوماتيك. انما في الاوتوماتيك تيشوز ايه اللي بيحصل؟ بص، عندهم حاجه اسمها الدايستوليك دي بولاريزيشن فيز. بص، هي نفسها بتبدا يحصل لها صوديوم انفلكس بشكل اوتوماتيك
وحاجه تانية كالسيوم عن طريق حاجه اسمها تي تايب كالسيوم شانلز، بس الاشهر عن طريق الفاني كارنت بتاعت الصوديوم شانلز. بتدخل ببطء 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 لحد ما توصل نفسها عند المكان او عند الفولتج اللي عليه تفتح الكالسيوم شانلز. يبقى شوف الفرق، هي ما استنتش من مكان تاني لما يجي يوصل لها الفولتج بتاع هنا عشان تفتح، لا هي اللي وصلت نفسها عند الماينس 40 اللي عندها بتفتح اوريدي الكالسيوم شانلز، وبالتالي قدرت تعمل ايه اوتوماتيك ستيميليشن لنفسها، وحصل الديبولاريزيشن وبعدين الريبولاريزيشن. طبعا بنشوف الفرق بعد كده انه في النون اكزايتبل، نون اكزايتبل تيشو بيكون الديبولاريزيشن بالصوديوم، وفي الاكزايتبل تيشو بيكون الديبولاريزيشن في الكالسيوم، لكن هناخد في النظري ان في اختلاف على مستوى البركينجي فايبرز. يبقى دي فكره الاكزايتبل والنون اكزايتبل تيشو. عشان كده انا بقول على الاماكن اللي عندها المنظر ده هم مين؟ الاس اي نود والاي في نود والباركينجي فايبرز. عشان كده انا بقول ان هم دول البيس ميكرز، دول الاوتوماتيك تيشوز اللي هم اللي هي بيس الهارت. بس تسال سؤال، ليه دايما الاس اي نود هي اللي بتبقى شايله الموضوع؟ بص المساله معتمده على طول الدايستوليك ديبولاريزيشن فيز، يعني الفيز اللي احنا شفناها هنا دي على حسب طولها. ازاي؟ اصل المساله عامله ازاي؟ المساله عامله زي سبارك، اول ما شراره تطلع الشراره دي هنشوف، لان انا قلت لك انه في ثلاثه كونسبتس، قلت لك واحد اسمه الالكتروميكانيكال كابلنج، وده بيجي بعد ما في اوتوماتيك تيشوز اللي هي تطلع السبارك ده اللي هم اسمهم الاوتوماتيستي. في نظريه ثالثه اسمها الكوندكتيفيتي، اللي هو ازاي الكهرباء لو طلعت من الاس اي نوت هتنتشر في الرايت اتريوم، وبعدين تروح في الليفت اتريوم، وبعدين توصل للاي في نوت، وتحت الاي في نوت في حاجه اسمها الهيس باندل، وبعد كده في حاجه اسمها رايت وليفت باندل، والليفت ده في حاجه اسمها ليفت انتيرير وليفت بوستيرير فاسيكل، وبعدين يدي الباركينجي فايبرز. ده الكوندكشن سيستم بتاع القلب، ولما تمشي فيه الكهرباء يبقى اسمه الكوندكتيفيتي. فالدايستوليك ديبولاريزيشن فيز بتاعت الاس اي نوت عامله كده، والدايستوليك ديبولاريزيشن فيز بتاعت الاي في نوت اطول كده. طب وبتاعت البركينجي فايبرز دي اطول كده. يبقى مين اللي هيوصل بدري؟ الاس اي نوت هو اللي هيوصل هنا، وبالتالي هو اللي يبدا يطلع الكهرباء. على فكره السبارك دي الامبلس اللي طلعت من هنا هتوصل للاي في نوت وهي لسه ما وصلتش للمكان اللي هيحصل عنده الديبولاريزيشن، وبالتالي هتنشيت الديبولاريزيشن فيها عن طريق الامبلس اللي جاي لها من الاس اي نوت. طيب هنا هتوصل وهي لسه هنا عن طريق البركينجي فايبر. يبقى مين اللي بيقود؟ اللي عنده the shortest diastolic depolarization phase هو اللي بيقود، وبالتالي بيكون عنده الريت الاسرع، وبالتالي الهارت ريت اسرع. عشان كده لما بتكون الاس اي نود هي اللي بتقود بتلاقي الهارت ريت من 60 ل 100، لما بتكون الاي في نود هي اللي بتقود، لانه في ناس الاس اي نود تبقى تعبانه، فمين اللي يشتغل؟ الاي في نود تشتغل بريت كام؟ 40 ل 60. طب ممكن تكون كمان الاي في نوت تعبانه، مين اللي يشتغل؟ الباركنجي تطلع بريد كام؟ 20 ل 40. تقول لي هم 20 دول كفايه؟ اقول لك مش كفايه، بس ده حتى اسمه سكيب ريذم. يعني ايه سكيب؟ يعني ايه انقاذ. سكيب ريذم لحد ما تشوف هنعمل ايه. عشان كده ربنا بيخلي انه مفيش بيس ميكر واحد هو الاس اي نود. لو البيس ميكر ده عضل القلب وقف خلاص والشخص يموت، لا، ده في حاجه اسمها سبسايدري بيس ميكرز في الاي في نود، في البركينجي فايبرز ممكن هي تقود القلب مؤقتا. ده في اماكن تانية ممكن الاتريال ماسل او الفنتريكلر ماسل نفسها هي نفسها تكتسب خاصيه الاوتوماتيستي وتبدا تطلع، وده كله بيسموه سيفتي ميكانيزم. يبقى انا اتعلمت دلوقتي ثلاثه كونسبت، عشان يحصل كونتراكتيليتي محتاجين الكتريك كارنت، وده اسمه الكتروميكانيكال كابلنج. سالت السؤال الثاني، الالكتريك كارنت ده بيجي منين؟ بيجي من البيس ميكرز اوف ذا هارت. قلت مين هم البيس ميكر؟ قلت لك الاساسي هو الاس اي نود، لكن في حاجه اسمها سبسايدري بيس ميكرز، يبقى الاي في نود او البركينجي فايبرز. وفي ظروف معينه ممكن الاتريوم او الفنتريك الماسل نفسهم يكتسبوا خاصيه الاوتوماتيستي. طب ليه اوتوماتيك؟ عشان عندهم دايستوليك ديبولاريزيشن فيز، وبيوصلوا نفسهم للفولتج اللي عليه بتفتح الكالسيوم شانلز، ويبدا يحصل كالسيوم انفلكس ويحصل ديبولاريزيشن من غير ما يستنوا امبلس يجي لهم من مكان تاني.
طيب مين اللي بيقود الاس اي نود؟ الريت كام؟ من 60 ل 100. اي في نود تيجي بعديها 40 ل 60، رايت الباركنج فايبرز 20 ل 40، عشان كده الاس اي نود هي اللي تقود، لان عندها الهاير ريت نتيجه الهايست ريت نتيجه الشورتست دايستوليك دبلرايزيشن فيز. طب لما الاس اي نود هي اللي تطلع الكهرباء، يبقى الكهرباء هتروح الرايت اتريوم، بعد كده الليفت اتريوم، بعد كده الاي في نود. بص لما يجي يحصل اتريال كونتراكشن، ما ينفعش يحصل فنتريكولار كونتراكشن في نفس الوقت، والا يبقى بنزل الدم من هنا وبعمل كونتراكشن اجينست كده، يبقى انا ما استفدتش حاجه. يا مان هنعمل ايه؟ لان لازم اعطل شويه، اعمل ايه؟ يحصل اتريال كونتراكشن، فاستنى لما الاتريال كونتراكشن يحصل. انت عارف انه اول 75% من الدم بينزلوا باي بريشر جريدينت، اخر 25% هم اللي بينزلوا باي تويستنج كونتراكشن اوف ذا اتريوم. عشان كده الكهرباء هتيجي في الاتريوم، بتبقى في الرايت اتريوم والليفت اتريوم. تقول لي هي الكهرباء ازاي بتنتشر؟ اقول لك عشان خاطر الهارت سيلز بيبقوا كونكتد توجذر بحاجه اسمها الجاب جانكشن، والجاب جانكشن دي موصل جيد للكهرباء. فالكهرباء هتنتشر في الرايت اتريوم وبعدين تروح للليفت اتريوم. وبعدين تيجي عند الاي في نود دي تعطل شويه، ليه؟ لانه اسمه الكتروميكانيكال كابلنج، عشان خاطر يحصل ديبولاريزيشن لكل الخلايا بتاعت الاتريال، يعقبها كونتراكشن تفضي الدم اللي موجود فيها جوه الفنتركل. وبالتالي من ابطا مكان في الكوندكشن سيستم هو الاي في نود، ده ذا سلوست، بيعمل حاجه اسمها اي في ديلي. وبعد كده تنزل في حاجه تحت الاي في نود بنقول عليها انفرا نودل اسمها الهيس باندل. وبعد كده تنقسم الى رايت باندل وليفت باندل. وبعد كده الليفت باندل دي بتنقسم لحاجه اسمها انتيريور فاسكل وحاجه اسمها بوستيريور فاسكل. وبعد كده كل الباندلز دي بيبقى فيها حاجه اسمها باركنج فايبرز. الباركنج فايبرز دي ايه اهميتها؟ الاتريال ماسل ثين ماسل، الكهرباء تنتشر فيها بسرعه، انما الفنتريكولار ماسل ثيك ماسل. لو انا اعتمدت بس على وصول الكهرباء بالجاب جانكشن، ممكن الكهرباء ما توصلش لكل الماسل فايبرز ات ذا سيم تايم، وبالتالي الديبولاريزيشن ما يحصلش at the same time، وبالتالي الكونتراكشن بتاع كل الفايبرز ما يتمش at the same time، وبالتالي ده يأثر على كميه الستروك فوليوم اللي بتخرج. عشان كده انا عايز اضمن ان الفنتريكل يكون سينكرونايزد، يعني الكهرباء بتوصل at the same time في كل مكان، عشان خاطر يبقى الكونتراكتيليتي تطلع كويس. فالبركنج فايبرز دي هي اسرع مكان يوصل الكهرباء، هي الفاستست الباركنج فايبرز. ومين السلوست؟ الاي في نود. يبقى الكهرباء بتطلع من الاس اي نود رايت اتريوم ليفت اتريوم، تروح للاي في نود تتعطل شويه عشان تدي فرصه ان الاتريوم يفضل جواه في الفنتريكل، بعد كده تنزل في الهيس باندل، بعد كده رايت وليفت باندل، وتدخل عن طريق الباركنج فايبرز لي كل الفنتريكولار ماسل، يحصل لها ديبولاريزيشن ويعقبها كونتراكشن، ويطلع الدم سواء هنا في الاورطه او هنا في البلمونري. دي كانت الكونسبتس بتاعت الالكتروميكانيكال كابلنج والاوتوماتيستي والكونتاكتيفيتي، لان دي بيزك كونسبتس مهمه عشان خاطر نقدر نتكلم في التفاصيل الاي سي جي. الجهاز الاي سي جي جهاز بيشوف الالكتريكارد، بيشوف الكهرباء، وبالتالي هو جهاز يتعامل مع الفولتج. كل اللي بيعمله الجهاز ده ان كل ما يبقى فيه كهرباء بفولتج معين بيسجلها، والحاجات اللي هي ضعيفه جدا ما بيحسهاش، والحاجات القويه بيحسها قوي. الحاجه الثانيه انه جهاز الاي سي جي بيتعمل على وقت، يعني انت لما بتحط جهاز الاي سي جي بيتعمل الاي سي جي وهو طالع، ده بياخد وقت، الوقت ده ممكن يكون 10 ثواني، 20 ثانية، 30 ثانية. وبالتالي هو مش بس بيشوف الفولتج، هو في خلال الوقت اللي كان بيتعمل فيه عمال يصور الايفنتس اللي بتحصل، وبالتالي بيعمل حاجة اسمها sequence of events. يبقى انت عارف الجهاز بتاعك ايه المطلوب منه، عشان تبقى عارف هتستفيد منه ايه وايه الليميتيشنز بتاعته. هو جهاز بيسجل الكهرباء ملوش علاقة بالكونتراكشن. نمرة 2، الميزه اللي بستفيد منه تاني انه بيسجل الكهرباء في صوره سيكونس اوف ايفنتس. طيب طالما هو الجهاز بيتحط على مدى زمني، يبقى لازم اعرف هو بيمشي بسرعه كام. هو طلع بيتحط على سرعه ستاندرد 25 متر في الثانيه. تقول لي ستاندرد هو في حاجات تانية؟ اه ممكن في سبيشال كونديشن نخلي ال 25 دي 50،
انت مش هتتعامل في الامتحانات بتاعتك كيو اس بي لي وام ار سي بي غير على 25 متر في الثانيه. 25 متر في الثانيه ده يخليك تقول ايه؟ يخليك تقول ان جهاز الاي سي جي بيبقى متقسم مربعات كبيره وجواها مربعات صغيره. اهو ده مثلا، اهو ده مربع كبير اللي بيبقى بولد، وفي النص خمس مربعات صغيره. خدت المربع ده وبصيت عليه من بره اهي. اولا كل مربع صغير صغير جوه عباره عن 40 مللي سكند، او هي نفسها 4 من 100 سكند. و40 مللي سكند في 5 200 مللي سكند، هي نفسها 2 من 10 ثانيه. ومعناها ان كل خمس مربعات بثانيه، ما هو 2 من 10 و2 من 10 و2 من 10 يبقوا ثانيه. عشان كده في بعض ورقات الاي سي جي هتلاقي كل خمس مربعات، هتلاقي مثلا هنا خط طويل كده 1 2 3 4 5، وتلاقي خط طويل كده هنا عشان يعرفك ان دول خمس مربعات بثانيه. طب ده مهم؟ طبعا لازم تبقى عارف المربع الصغير ب 40 مللي سكند، المربع الكبير ب 200 مللي سكند، الخمس مربعات بثانيه. طب ده بالنسبه للسيكونس اوف ايفنتس. طب انت قلت لي بيسجل الفولتج. بيسجل الفولتج. هي ايه وحده قياس الفولتج؟ الملي فولت. طيب الجهاز بيقيس ازاي؟ الجهاز بيقيس كل واحد ملي فولت بيعبر عنه ب 10 مليمتر. تقول لي هو ده ستاندرد؟ اقول لك ده الاساس. ان انت لما بتيجي تشوف ورقه الاي سي جي تبص تلاقي ورقه الاي سي جي في اولها علامه عامله كده. تقول ايه ده؟ انا مش عارف ايه البوكس اللي راسمينه في الاول ده. عارف ايه البوكس ده؟ ده الستاندرد بتاع الفولتج. عارف معناه ايه؟ معناها خلي بالك ان كل واحد ملي فولت هيسجله جهاز الاي سي جي هيظهر في صوره 10 مليمتر. تقول خلاص لو قاس حاجه بقوه 2 ملي فولت يبقى هشوفها 20 مليمتر. لو شاف حاجه بقوه نص ملي فولت يبقى هشوفها 5 مليمتر. دي ستاندرد. ممكن حتى الستاندرد بتاع الجهاز عاملينه على نص، ممكن يبقوا عاملينه على 2، لكن الستاندرد اللي انت هتتعامل معاه في الامتحان انه، واللي هتتعامل معاه في 99% من الاي سي جيز اللي هتشوفها في الحياه، انت بتتعامل مع الستاندرد انه كل واحد ملي فولت ب 10 ملي متر. تقول لي طب انا بعد كده هضطر بقى ايه لما احب اعرف ده هاي فولتج ولا لو فولتج، اشوف بقى اقعد افكر ده الواحد ملي فولت ب 10 ملي متر، طب انا شايفهم دلوقتي 9، طب دول معناهم كام ملي فولت؟ اقول لك لا، لان كل الستاندردز بتاعت حسابات الاي سي جي محطوط على موضوع المليمتر ده. يعني ما اقول لك مثلا العين اللي عنده ليفت فنتريكلر هايبرتروفي لما باجي اشوفه في الار ويف في اي في ال بلاقيها اكتر من 11 مليمتر. ما قلتلكش اصلها 1.1 من 10 ملي فولت، قلت لك 11 مليمتر. لكن تبقى عارف الستاندرد ان الجهاز بيشوف سرعه وبيشوف فولتج. ده الاساس تبقى عارفه بالنسبه لورقه الاي سي جي. الحاجه الثانيه، الجهاز بقى بيسجل ايه على الاي سي جي؟ قلنا ان الجهاز ده ملوش علاقه بالكونتراكشن، الجهاز ده بيسجل كهرباء، بيسجل فولتج. وبالتالي اول حاجه بتحصل ايه؟ اتريال دي بولاريزيشن، لانه كهرباء بتطلع من الاس اي نود بتروح الاتريم الاول. خلي بالك انا بتكلم في الظروف الطبيعيه، لان ممكن واحد يبقى عنده اريتميا ودي ظروف مش طبيعيه. انما الظروف اللي انا فهمتها كده في الاول قلت لي انه في الاساس الاس اي نود هو البيس ميكر اوف ذا هارت، ده النورمال في الناس النورمال كهرباء. يبقى بيروح مين الاول؟ الاتريم. يبقى مين اللي بيحصل له ديبولاريزيشن الاول؟ الاتريم. نيجي نبص هنا نلاقي الاتريال ديبولاريزيشن بيعبر عنه بويف اسمها البي ويف. طب بعد الاتريال ديبولاريزيشن المفروض يحصل اتريال ريبولاريزيشن. ما هو ديبولاريزيشن يجي وراه كونتراكشن بعد كده ريبولاريزيشن. يجي يحصل اتريال ريبولاريزيشن يروح حاصل الفنتريكولار ديبولاريزيشن في صوره الكيو ار اس كومبلكس. طبعا الجهاز ده بيسجل فولتج، وبالتالي هو الاسرع سوري الاقوى بيسجله، الحاجات الضعيفه ما بيسجلهاش. بدليل هل انت شفته مسجل الديبولاريزيشن بتاع الاس اي نود؟ مش الاس اي نود دي اي نعم هي سبيشاليزد سيلز، بس كان عندها دايستوليك ديبولاريزيشن فيز وبعد كده بتدخل في ديبولاريزيشن، ليه ما سجلتوش؟ ليه ما سجلش الاي في نود؟ ليه؟ عشان خاطر لو فولتج، عشان الكرنت بتاعهم قليل، فبالتالي الجهاز مش شايفه. عشان كده الجهاز بيشوف الحاجات الايه؟ القويه، ولو جت حاجه قويه وضعيفه في نفس الوقت هيسجل القويه ويتجاهل الضعيفه. عشان كده في نفس الوقت اللي جاي يحصل فيه الاتريال ريبولاريزيشن راح حاصل الفنتريكولار ديبولاريزيشن. فبالتالي راح مصوره وبقى الاتريال ريبولاريزيشن ماسكت بالكيو ار اس كومبلكس. طيب ايه الوقت اللي احنا خدناه هنا ده؟ مش انا قلت لك ان الكهرباء
لازم تتعطل شويه ما بين الاس ان او ما بين الاتريوم وما بين الفنتركل، يبقى الوقت ده هو الوقت اللي احنا هنقعده جوه الايفينو. وبعد كده بعد الفنتريكلر ديبولاريزيشن يجي فنتريكلر ريبولاريزيشن اللي هو بيعبر عنه بالاس تي سيجمنت والتي ويف، واحيانا ويف زياده اسمها اليو ويف. يبقى ده اتريال ديبولاريزيشن، الوقت اللي احنا بنقعده جوه ما بين جوه الايفي نود الايفي ديلي. بعد كده الفنتريكلر ديبولاريزيشن، بعد كده الفنتريكلر ريبولاريزيشن. اين الاتريال ريبولاريزيشن؟ ماسكت بالكيو ار اس كومبلكس لانه كان اقوى منه. في الاي سي جي دي اسمها سيجمنت، يعني من نهايه البي لبدايه الكيو ار اس كومبلكس دي اسمها بي ار سيجمنت. البي ار سيجمنت دي ما تهمناش غير في حالات البريكارديتس، هنتعرف عليها. من نهايه الكيو ار اس كومبلكس لبدايه التي ويف دي اسمها اس تي سيجمنت، دي بتهمنا في حالات الايه؟ الاسكيميا او الكترولايت امبالانس، حاجه اسمها اس تي سيجمنتيفيكيشن، انه يطلع لفوق او ينزل لتحت. انما في الاي سي جي لما بتحب تعبر عن الوقت بيعبر عنه بحاجه اسمها انترفال. يبقى انا السيجمنت كنت ببص فيها طالعه لفوق ولا تحت، سيجمنت ديفيشن، بص لفوق ولا بص لتحت. انما لو عايز اعبر عن وقت عن زمن لازم يكون اسمه انترفال. الانترفالز بتتحسب بطريقه مختلفه. يعني لما احب اشوف الوقت اللي حصل فيه اي في ديلي اللي هو الامبلسز اتعطلت شويه جوه الاي في نوت، ما اقولش عليها هنا، لا انا بحسبها من بدايه البي لبدايه الكيو، اسمها البي ار انترفال. هو ده بقى الوقت اللي يعبر عن الاي في ديلي مش السيجمنت. طيب الوقت اللي حصل فيه الفنتريكلر ريبولاريزيشن، طبعا انت عايز تقول لي ريبولاريزيشن بيحصل من اول هنا، فانا اشوف من اول هنا لحد نهايه التي ويف، غلط، ده اسمه اس تي سيجمنت. انا معبر عن الكيو تي انترفال من بدايه الكومبلكس لنهايه التي ويف. يبقى اللي انا استفدته من الاي سي جي دلوقتي ايه؟ اولا عرفت الويفز، اتريال ديبولاريزيشن، فنتريكلر ديبولاريزيشن، فنتريكلر ريبولاريزيشن. نمره اثنين عرفت الانترفلز، ده البي ار انترفال اللي يعبر عن الاي في ديلي، والكيو تي انترفال المتعبره عن الوقت بتاع الفنتريكلر ريبولاريزيشن. انما دي اسمها سيجمنتس، هيعبر عنها باس تي سيجمنت، سوري بسيجمنت ديفيشن، اب اور داون هنتعرف عليه في مكان. الباقي ان انا اخد المنظر اللي قدامي ده واركبه على ورقه الاس تي جي، وبالتالي ركبته هنا. ليه؟ عشان خاطر احسب ايه؟ وقت، زمن، وفولتج. وبالتالي حطيته على ورقه الاس تي جي وانا عارف كويس ان كل مربع صغير ب 40 مللي سكند او 4 من 100 سكند، كل مربع كبير ب 200 مللي سكند او 2 من 10 سكند، كل خمس مربعات بثانيه. وبالنسبه للطول كل كل خمس كل 10 مربعات صغيره اللي هم 10 ملم بيساوي 1 ملي فولت. وبالتالي انا حطيتهم هنا على ورقه الاي سي جي وبدات ابص، لقيت اهو ايه ده؟ البي ويف، وبعد كده بي ار سيجمنت، بعد كده كيو ار اس كومبلكس، وبعد كده اس تي سيجمنت. وهنا اوريك انه الحته اللي بيلتقي فيها الاس ويف مع الاس تي سيجمنت الحته دي اسمها الجي بوينت. بعد كده التي ويف، بعد كده اليو ويف. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يدرس النورمال، بدا يشوف الحاجات النورمال عامله ازاي. اول حاجه قال لك ادي البي سيجمنت البي ويف، بعد كده ادي البي ار سيجمنت. عايز احسب اول حاجه البي ار انترفال. البي ار انترفال من 3 ل 5 مربعات صغيره، سمول سكويرز. يعني قد ايه؟ يعني من 120 ل 200 ملي سكند. اقل من كده تبقى شورت بي ار انترفال، ومعناها ان الكهرباء خدت وقت اقل في الانتقال من الايتريوم للفنتريكل، ودي حاجه مش كويسه. او تطلع اكتر من 200 مللي سكند، معناها ان الكهرباء خدت وقت طويل عقبال ما نزلت من الايتريوم للفنتريكل، ودي برضو حاجه مش كويسه. فلازم اعرف اعد اشوف من البي ار انترفال هي خدت قد ايه. المفروض النورمال من 3 ل 5 مربعات صغيرين، من 120 ل 200 مللي سكند. تاني حاجة الكيو ار اس انترفال، الكيو ار اس من بداية الكيو الاس خدت وقت قد ايه؟ هي المفروض تاخد وقت قد ايه؟ اقل من 120 مللي سكند، يعني اقل من 3 مربعات صغيرة. لو خدت اكتر من 120 مللي سكند يبقى اسمها ايه؟ برولونجد
كيو ار اس كومبلكس، او اسمها الثاني وايد كيو ار اس كومبلكس. الحاجه اللي بعد كده ابص على الاس تي سيجمنت، على التي ويف، على اليو ويف، الحته اللي اسمها الكيو تي انترفال اللي تعبر عن الفنتريكولار ريبولاريزيشن. تقول لي ده الفنتريكولار ريبولاريزيشن، انت قلت لي انه بيبتدي من هنا وينتهي هنا. اقول لك بس لما تيجي تحسب الانترفال تحسبها من بدايه الكيو ار اس كومبلكس. طب الكيو تي انترفال هعرفها ازاي؟ الكيو تي انترفال بنعمل لها حاجه اسمها معادله، ونعمل لها كوركشن بالنسبه للهارت ريت، ونطلع بحاجه جديده اسمها الكيو تي سي، مش دورنا عنها دلوقتي، لانها لو طولت ندخل في حاجه اسمها لونج كيو تي سندروم، لو قصرت ندخل في حاجه اسمها شورت كيو تي سندروم، هنتكلم عنها في وقتها. يبقى انا استخدام الزمن في الاي سي جي مهم عشان حساب البي ار انترفال، الكيو ار اس انترفال، الكيو تي انترفال. معبر عن الاي في ديلي، معبر عن الكيو ار اس اللي هي بتعبر عن انتقال الكهرباء جوه الفنتريكلز بشكل سينكرونايزد، والوقت اللي بناخده في الفنتريكلر ريبولاريزيشن. لازم تبقى عارف الحاجات دي بالاوقات اللي بتاخدها قد كذا. تقول لي طب بالنسبه للفولتج، هقول لك مش دورنا دلوقتي، ومش هيبقى اهم حاجه في الاي سي جي غير في اكزامبلز محدده هشاور لك عليها. بس باقي حاجه في الاي سي جي ده، تقول لي انا دايما اجي ابص ورقه الاي سي جي الاقي الكومبلكس اللي انت بتقول لي عليها كيو ار اس دي شكلها مختلف خالص. يعني ساعات الاقيها زي ما انت بتقول فعلا، ساعات الاقيها كيو ار اس كده، وساعات الاقيها اشكال ثانيه، انا مش عارف ليه الكلام ده. اقول لك لانه الكيو ار اس كومبلكس، لما بقول لك كيو ار اس كومبلكس انا اخترت اقول لك الحاجه اللي فيها كل الويفز اللي بتتشاف، لكن مش معناها انه الاي سي جي بيبقى كله كيو ار اس كومبلكس. احنا هنتعرف بعد كده، لا ممكن يبقى ار اس، ممكن يبقى كيو ار. هو اختار دي بس عشان التسميه، اللي هو ايه؟ هو اللي بيبص لتحت اسمه نيجاتيف ديفلكشن، واللي بيبص لفوق اسمه بوزيتيف ديفلكشن. طب النيجاتيف ديفلكشن ده الاول، ايه مسميات النيجاتيف ديفلكشن؟ يا اما كيو يا اما اس. طب ايه مسميات البوزيتيف ديفلكشن؟ يا اما ار يا ار داش. ما عندناش مسميات غير كده. طب كلمه كيو لما يكون دي اول نيجاتيف ويف تظهر في الكومبلكس، يعني ايه؟ يعني الكومبلكس ابتدت بويف نيجاتيف. طالما ابتدت بويف نيجاتيف يبقى لازم الويف دي يكون اسمها كيو. اقول لك تقول لي يعني لو واحد مثلا ابتدت ببوزيتيف، خلاص طالما اولها كان بوزيتيف اللي بعديها دي ما ينفعش يبقى اسمها كيو، مفيش حاجه اسمها ار كيو. يبقى الكيو دي هي الكومبلكس عنده فرصه واحده ان ياخد اسم الكيو. ايه هي فرصته الوحيده؟ انه يبتدي نيجاتيف. لو فوت على نفسه فرصه ان يبتدي نيجاتيف خلاص كلمه الكيو دي تروح منه خالص. وبالتالي الحاجات اللي اولها نيجاتيف كلها زي دي، دي كيو، دي كيو، دي كيو، كيو، كيو. بص هنا، طب هنا مفيش كيو، ليه؟ اول واحده كانت بوزيتيف، هنا هنا دي الكيو. طب النيجاتيف ديفلكشن سواء الثانيه او اي واحده بتيجي بعد البوزيتيف ديفلكشن اسمها ايه؟ اس. يعني يعني مثلا دي كان اسمها كيو ار، مش ده بوزيتيف ديفلكشن اللي جه وراه، الثانيه هي الاس. طب لو كانت اصلا البدايه ار يبقى الثانيه الاس. عشان كده دايما دي لازم تكون الاولى، لكن الاس دي دايما بتقبل بالوضع ان هي تبقى رقم 2، الكيو لا تقبل ابدا برقم 2. طب بالنسبه للبوزيتيف، البوزيتيف سهل، اول واحده اسمها ار، لو جت واحده ثانيه يبقى اسمها ار داش. الار ده ما يعني ما بيتنططش على حد، والله حطني في اي حته، انا طالما ظهرت بوزيتيف ريفليكشن اسمي ار، ايا كان بقى جيت في الاول جيت في الاخر، فبالتالي سهلت علينا الموضوع. وبالتالي خلينا نقرا، اول واحده دي اسمها كيو بس، او ممكن نقول عليها كيو بس. تقول لي على فكره انا شايف في كيو وشايف في كيو سمول ولارج، اقول لك مش هدفنا دلوقتي، عشان هنشوف بعد كده في حاجه اسمها باثولوجيكال كيو هنتعرف عليها. المهم دلوقتي احنا نعرف المسميات دي اسمها كيو، او ممكن نقول عليها كيو اس، من حقك تقول عليها كيو ومن حقك تقول عليها كيو اس. طب دي اول واحده نيجاتيف يبقى اسمها كيو، الثانيه ار، اول واحده نيجاتيف كيو اللي بعديها ار، اول واحده كيو اللي بعديها صغير ار، كيو ار اس. طب دي بوزيتيف بس ار، طب بوزيتيف ار وجاته عدد، لا ما ينفعش ار كيو، كيو ما تقبلش على نفسها ناتج رقم 2 يبقى اسمها ار اس، دي اسمها ار اس. طب ار اس بعدين جت واحده ار ثاني، قلنا الار الاولانيه ار، الثانيه ار داش. طب هنا ار اس، يبقى تعود بقى على مسميات. هي دي ما بنشوفش كومبلكس صغير اللي قدامنا دول،
فدول لازم نبقى عارفين اسمائهم، بنقول عليهم ازاي او بنقراهم ازاي، how to name the QRS complex. الحاجة اللي بعد كده، ازاي لما نشوف ورقة اي سي جي في عيان يكون الهارت ريت ريجولر؟ ازاي بنحسب الهارت ريت؟ احنا بنحسب الهارت ريت على حسب قاعدة، بنشوف عدد المربعات الكبيرة، يعني بنجيب اتنين كومبلكس عدد المربعات الكبيرة، يعني انت بتقعد تدور في ورقة الاي سي جي على كومبلكس تكون جاية فين؟ على اول لارج سكوير، لان الحكاية بتقول 300 على النمبر اوف لارج سكويرز. فانا بقول 300 وبعدين اعد، مثلا ايه لقيت الفرق بينه، بعد لقيته 1 2 3، 300 على 3 فيها 100. تمام، طب بص لقيتهم 4، 300 على 4 فيها 75. فعشان كده انت بتحاول تقربها، اصل انت لو قعدت عايز تحسبها زي مثلا الكومبلكسين زي دول هتضطر تحسب العدد المربعات الصغيره. طب ولو حاسب مربعات صغيره هيبقى 1500 على النمبر بتاع السمول سكويرز. انا هدخل نفسي ليه واقعد احسب 1500 واعد سمول سكويرز؟ هم 300 على المربعات الكبيره. وان كان انا في الامتحان عايزك مش عايزك كده تعمل كده خالص، انت في الامتحان عايز تعرف الهارت ريت ليه؟ عشان تشوف العيان برادي ولا تاكي. احنا اصلا بنحسبها ازاي؟ انا هعتبر ان الكومبلكس دي موجوده هنا خلاص، انت يبقى عندك استراب طويل هتلاقي اكيد واحده كومبلكس جايه على بدايه دي. انا بقول ايه؟ من هنا لهنا 300، ما هو انا بقول لك 300 عدد مربعات كبيره، يعني لو كانت كومبلكس هنا وكومبلكس هنا 300 على واحد فيها 300، طيب هنا بقول عليها 150. طب انت عرفتها منين؟ ما هو لو كانوا كومبلكس هنا وكومبلكس هنا 300 على 2 فيها 150. طب لو كانت هنا يبقى 100. عرفتها ازاي؟ ما هو 300 على 3 فيها 100. طب لو كانت هنا يبقى 75. عرفتها ازاي؟ 300 على 4 فيها 75. طب لو كانت هنا تبقى 60. انا حافظ يعني اللي جايين بعد كده، احنا حافظينهم وانا عايزك تعرفهم بنفس الطريقه، بحيث انك تبص في الاي سي جي. والله انا عايز اعرف ايه؟ انا لو لقيته هم ثلاث مربعات فيهم اكتر يبقى تاكي كارديا، اصل تاكي كارديا لما يكون الهارت ريت اكتر من 100، برادي كارديا لما بيكون الهارت ريت اقل من 60. فانا هبص كده الاقي 300 150 100، لا ده لسه مكمل كويس، لقيت نفسي وصلت لحد ان انا بقيت عديت خمس مربعات، ده اخر النورم، يعني هارت ريت من 60 ل 100 ده النورم، اكتر من كده تاكي كارديا، اكتر من كده برادي كارديا. فانت بص عينك في الاي سي جي لقيتهم ثلاث مربعات او اقل يبقى العيان ده تاكي كارديا، خمس مربعات او اكتر يبقى العيان ده داخل فيه برادي كارديا. هي دي ازاي تحسب الهارت ريت، تبقى عارف الايكويشن 300 على عدد المربعات الكبيره، ده في حاله الهارت ريت لما يكون ريجلر، لان الريجلر ليه طريقه مختلفه هنشوفها بعد كده. 300 على عدد المربعات الكبيره او 1500 على عدد المربعات الصغيره، بس انت خليك ناصح، لما واحد يديك ورقه اي سي جي او يجيب لك ورقه في الامتحان وعايز تحسب الهارت ريت ما تقعدش تقول ايه 1 2 3 300 على 3 في 100، اعرف الطريقه 300 150 100 75 60، تروح قايل الهارت ريت كام؟ لقيتهم مربعين تقول له 150، لقيتهم ثلاث مربعات تقول له 100، لقيتهم اربع مربعات تقول له 75، لقيتهم خمس مربعات تقول له 60. ده ايه؟ كالكوليشن بتاع الهارت ريت. ده كان جزء كده بنتعلم، بس انت لما بتيجي تسوق عربيه لازم يقول لك ايه، والله خلي بالك دي الستيرنج ويلز، دي البريكس، ده الاكسلريتور، يعني بتتعرف على المسميات قبل ما نتكلم. احنا لسه ما اتكلمناش في الاي سي جي، احنا بس عرفنا هو ايه الجهاز، بيشوف ايه، بيقيس ايه، بيسجل ايه، ورقه الاي سي جي شكلها ازاي. الاي سي جي ليدز ليه لما تبص في ورقه الاي سي جي بتلاقي المنظر ده، وانت لما بتبص عليه ايه اللي بيجي في بالك او ايه اللي بتفهمه؟ 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف من في 1 تو في 6. مش ممكن تكون بتشوف ورقه اي سي جي وانت مش عارف يعني ايه اي في ار اي في ال اي في اف وعايز تقرا الاي سي جي، هتقراه ازاي وانت مش عارف مسميات الحاجه؟ يعني تقول له ايه؟ طب انت مش تبقى عارف الجير ويقول لك ايه؟ طب هات على الار، مش تبقى عارف ان ده الجير الاول وان انا هجيب على الار دي، الار دي معناها كذا، اجيب على الدي معناها كذا. طب الحاجات دي معناها ازاي؟ احنا عندنا زي ما شفنا في ورقه الاي سي جي 12 ليدز. ال 12 ليدز دول مقسومين 6 و6. 6 ليدز محطوطين على التشست اسمهم تشست ليدز او اسمهم بريكورديال ليدز اللي هم بياخدوا من في 1 تو في 6. والسته الباقيين اسمهم لمب ليدز. مقسومين ل 3 باي بولر و3 يوني بولر. ايه معنى الكلام ده؟ هم 1 2 و3 اي في ار اي في ال اي في اف والتشاست ليدز من في 1 تو في 6.
ايه معنى الكلام ده؟ بص، العالم اينتوفن ده اللي اخترع الاي سي جي ماشين، هي دي اول حاجه عملها. الراجل ده فاهم كونسبت مهم، انه القلب ده فيه كهرباء الكتريك كارنت، وان القلب معتمد على الالكتروميكانيكال كابلنج. قال انا مش هشوف الكونتراكشن، لان انا الكونتراكشن ده مش كهرباء، ده ميكانيكال افكت. امال انت هتشوف ايه؟ انا هشوف الالكتريك كارنت اللي بيسبق الكونتراكشن. قال تمام، هتشوفه، يلا شوفه جوه القلب. قال وانا ليه اشوفه جوه القلب؟ بشوفه من بره القلب. ليه؟ لانه الجسم عنده جود كوندكتيفيتي للالكتريستي، هو موصل جيد للكهرباء، فبالتالي انا ممكن اقيس الحاجات دي من بره من غير ما اضطر ادخل جوه القلب. انا مش هحتاج ادخل جوه القلب، غير اخترعوا بقى بعد كده حاجه اسمها الكتروفيسيولوجيكال ستادي، ازاي تدخل تعمل انتراكاردياك اي سي جي، عشان الحاجات اللي بتبقى لها كهرباء ضعيفه ما بتتشافش، مش هنشوفها غير من جوه القلب. لكن الراجل قال معظم الكهرباء الاساسيه بتاعت القلب انا هشوفها من بره. فقال ايه؟ انا هحط كابلات كهرباء وابدا ايه؟ اشوف الكهرباء بتاعت القلب دي. قال طب ماشي، نحطها هنا حوالين القلب، يعني نحطها هنا. ممكن، على فكره، على فكره احنا في الاستريس اي سي جي بنحطها هنا، بس فور كونفينينس الجسم موصل جيد للكهرباء، انا ايه اللي يزنقني هنا؟ طب ما احطهم هنا فور كونفينينس، للتسهيل احطهم هنا. عايز تحطهم هنا حطهم، مش تفرق معايا كتير. فهو فور كونفينينس بنحطهم بالشكل ده. وقال ايه؟ هنوصل واحده بالليفت ارم بالرايت ارم، بالليفت ليج بالرايت ليج. دايما في البيت او في اي وصلات كهرباء في خط اسمه الالكتريك جراوند، الارضي، ده الارضي، وبالتالي الارضي ده مش هيهمنا. وبقى عندنا ايه؟ رايت ارم، ليفت ارم، ليفت ليج. جه اينتوفن وراح حاططهم وعامل اينتوفن تراينجل الشهير، كان عباره عن ايه؟ رايت ارم، ليفت ارم، ليفت ليج. قلنا الرايت ليج مش موجوده لان الرايت ليج دي عباره عن الكتريك جراوند. والراجل عمل ايه بقى؟ بقواعد الفيزيكس بدا يشوف فرق الفولتج او البوتنشال ما بين الناحيه دي والناحيه دي، يعني ما بين الليفت ارم ناحيه الليفت شولدر وما بين الرايت ارم ناحيه الرايت شولدر. هما دول ايه؟ بيوصلوا الكهرباء الموجوده للقلب، راح ناحيه الليفت شولدر وراح ناحيه الرايت شولدر. فبالتالي انا ببص وكاني جوه القلب، بس واحده من الشمال واحده من اليمين. وبالتالي لما طرح الفولتج بتاع الليفت ارم ناقص الرايت ارم طلع ليد اسمه 1. الليد 1 ده باي بولر ولا يوني بولر؟ باي بولر، ادا بول وده بول، وبالتالي لما يتسمى باي بولر، ثنائي القطب، بيشوف الفرق ما بين اثنين. طيب واللي ما بين الليفت ليج والرايت ارم لما طرح ده ناقص ده الفولتج اداله ليد 2، وبالتالي باي بولر. والليفت ليج ناقص الليفت ارم اداله ليد 3، سماهم ليد 3، وبالتالي بيطرح الفولتج في الليفت ليج من الليفت ارم يبقى كذا. طبعا انا ما بقاش قلت اتفقنا ما بقاس الفولتج بتاعت الرجل. الرجل ايه؟ هو بيقيس الكهرباء اللي هي كوندكتد في الجسم من القلب، لان الجسم عنده جود كوندكتيفيتي للالكتريستي. وبالتالي انا حطيت القلب كده وعمال اقيس ايه؟ الكهرباء ما بين، طبعا طلع ليد، الراجل اخترع ليد 1 و2 و3 وكانوا باي بولر ليدز، لانه كان بيقيس الفولتج ما بين تو لوكيشنز، ودول كان اول ثلاثه ليدز الراجل اخترعهم في الاي سي جي. بس جه قالوا نعمل ايه؟ لو انا جبت ليد 1 ده ونزلته لتحت، ليد 1 ده وزقيته لتحت كده، وبعدين رحت عامل اكسس لليد 2 واكسس لليد 3، هيحصل ايه؟ اهو ليد 1 بعد ما كان فوق نزلته تحت وعملت اكسس لليد 2 واكسس لليد 3، طلعوا بايه؟ بانترسكت مع بعض، يعني تحولت من تراينجل اسمه اينتوفن تراينجل لتراي اكسيال دايجرام. ليه؟ عندي ثلاثة اكسس، هذا اكسس وده اكسس وده اكسس، فبقى اسمه تراي اكسيال دايجرام. هنعمل ايه؟ هنومت النيجاتيف بولز، شيل النيجاتيف بولز دي خالص، يتبقى عندك واحد اثنين ثلاثة اللي هو اكتشفه، بس اماكنهم متغيرة. ليه؟ لما انا عملت الحركة بتاعت الانترسكشن دي وتحولت لتراي اكسيال دايجرام. طب الحركة دي مهمة بالنسبة لي؟ اه، لان القلب فين؟ هنا. يعني فين؟ هنا. يعني ليد واحد بيبص على القلب منين؟ من ناحية ايه؟ لفت، يعني نقول عليه لاترال. ليد اثنين وثلاثة بيبصوا فين؟ من تحت، يعني من تحت الدايفرام، يعني بيبصوا ايه؟ هو مين اللي على طول، مين اللي نايم على الدايفرام؟
الانفيرير بوردر بتاع الانفيرير سيرفيس بتاع الليفت فينتريكل، يعني بيبص على القلب انفيرير. وبالتالي السباتشال اورينتيشن مهم. السباتشال اورينتيشن يعني بتبص على فين، لان الراجل بقى بدا يسوق للاي سي جي بفكره ان انا بصور القلب مالتي كاميرا، لان الكاميرا لما بتشوف من اتجاه واحد بتدي فكره غلط. انت عارف لما تطلب اشعه تقول له انا عايز اشعه انترو بوستيرير ولاترال، لان ممكن في حاجه ما اشوفهاش في الانترو بوستيرير اشوفها في اللاترال. لما بييجوا يصوروا فيلم وعايزين يصرفوا عليه ويبقى هاي اند برودكشن، يبقى في مالتيبل كاميرز عشان خاطر يصور من كل ناحيه. وبالتالي بدا الراجل يتكلم، لا انا مش بس هصور الاي سي جي، انا ممكن على فكره اعمل لك ليد واحد ويطلع لك سيكونس اوف ايفنتس بي كيو ار اس كذا، بس انت في حاجات ممكن ما تشوفهاش، انت بص على القلب من ناحيه واحده، ممكن في خلل في اماكن ثانيه. فبدا يبص ايه من ليد واحد هنا اثنين وثلاثه انفيريور من تحت كويس. بعد كده جاء مجموعه علماء من جامعه ميشيغان، دكتور اسمه فرانك ويلسون، وبعديهم بفترة جاء دكتور تاني اسمه ايمانويل جوردبرجر، وبدأوا يطوروا في الاي سي جي. الكلام ده كان في سنة 1930 بعد ما ولين اينتوفن اخترع الاي سي جي في 1903. قالوا ايه؟ قالوا احنا مقتنعين ان الراجل اخترع ثلاثة باي بولر ليدز، واحد اثنين ثلاثة. طب احنا ممكن نعمل حاجة تانية؟ نزود ثلاثة ليدز كمان؟ بس مشكلتنا ان احنا مش هنقدر نقارن ما بين بول والتاني، وبالتالي مش هنقدر نعمل باي بولر ليدز. بس نعمل ايه؟ ممكن نعمل يوني بولر ليدز. يوني بولر يعني ملهاش تو بولز، يعني مش هطرح حاجه من حاجه. طب ما هو كل فولتج لازم يكون ان ريليفنس لحاجه ثانيه، عملوا الريليفنس بتاعهم لزيرو بوتنشال جوه الجهاز، وبالتالي انا بريكورد الفولتج في القلب وبقارنه ان ريليفنس بزيرو جوه الجهاز نفسه، وبالتالي انا ما طرحتش حاجتين من بعض على القلب، وبالتالي انا ما كنتش باي بولر، انا كنت يوني بولر. اللي هم مين بقى؟ سموهم ايه؟ اول حاجه فيهم حرف الاي. طب ايه دي ليه؟ لانه اوجمنتد. عارف ليه اوجمنتد؟ لان هم خلوا الجهاز لما يسجل الفولتج ده في القلب يعمل له اوجمنتيشن باي اتليست 50% في جهاز الاي سي جي. يعني لو انا قست فولتج مثلا 1 ملي فولت، جهاز الاي سي جي يخليه 2، يعمل له اوجمنتيشن باي اتليست 50%، فعشان كده كان ليه حرف الاي. اوجمنتد فولتج، باخد الفولتج وبعمل له اوجمنتيشن. وقالوا ال فور ليفت ارم، وار فور رايت ارم، واف فور ليفت فوت، فبقى اوجمنتد فولتج ليفت ارم، اوجمنتد فولتج رايت ارم، اوجمنتد فولتج ليفت فوت. طبعا كل واحد بيبقى له نيجاتيف، احنا هنقومات النيجاتيف ده. دول باي بولر. هو انا قلت لك ان انا بطرح مثلا اي في ال من اي في ار، او بطرح حاجتين من بعض، يعني الراجل كان بيعمل كده باي بولر، ليفت ارم ناقص رايت ارم عشان يطلع ليد 1، ده باي بولر. انت شفت هنا طرح حاجه؟ لا. وبالتالي هم يوني بولر. تقول لي طب المال الريفنس بتاعهم ايه؟ اقول لك ده زيرو في الجهاز. طب ليه سموهم اوجمنتد فولتج؟ عشان الجهاز بيعمل لهم اوجمنتيشن باي 50%. يبقى دي قصة اختراع الثلاثة ليدز الباقيين AVR AVL AVF. ولما حطوهم على التراي اكسيال دايجرام بتاعهم طلع منظرهم كده. قالوا ايه بقى؟ احنا هناخد الثلاثة دول على الثلاثة البايبولر ونحطهم في دايجرام واحد ويبقى اسمه هيكسي اكسيال دايجرام. ده بقى ايه؟ سداسي مش ثلاثي. فين؟ اهو. كانوا الاولين فين؟ واحد واثنين وثلاثة. لو نسيت أماكنهم بص عليهم فوقهم، كان ده لاترال واثنين من تحت الدايفرام. طب والباقيين؟ نفس الكلام اهو، اي في من الليفت ارم، اي في اف من الليفت فوت، اي في ار من الرايت ارم، وانسى خالص الايه؟ النيجتيف بولز دي. ده بقى عندي كده اثنين دول بيبصوا من لاترال، اثنين دول ثلاثة دول بيبصوا من تحت الدايفرام انفيرير، وده بيبص من ناحية الرايت. بس انا يا دكتور ملخبطاني، انا مش شايف يعني كل الخطوط دي ملخبطاني كده كويس. احنا بقى بتوع القلب بنتعامل كده، خلاص النيجاتيف دول بشيلهم خالص من حساباتي وابدا ابص على القلب كده. بس انا على فكره ببص وعارف ايه التاريخ، وده وليه دول باي بولر، وده ليه يوني بولر، ودول ليه اسمهم واحد وده اسمه ايفال. واحد تاني يقول لي طب ما ليه ما اسمهمش واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وخلاص؟
عشان تعرف ان هم دول اخترعوهم في سنه 1903 ودول اخترعوهم في سنه 1930، دول باي بولر وده يوني بولر، ده ملوش اوجمنتيشن وده ليه اوجمنتيشن، ده الريليفنس بتاعه لبول اخوه، ده الريليفنس بتاعه لزيرو موجود في الجهاز. وبالتالي بقى ايه؟ اي في ال واحد بيبصوا على القلب من ناحيه لاترال. ده بقى موضوع السباتشال اورينتيشن. اثنين وثلاثه واي في اف بيبصوا من تحت الدايفرام، يعني بصوا ما القلب نايم هنا. يبقى انا ببص على القلب انفيريور. هنا ببص عليه من ناحيه الرايت. ده انا لما بعمل دايره كهربيه حوالين القلب ببقى عارف الدرجات. عارف ان ليد اي في ال موجود عند كام وكام، والكلام ده هنتكلم فيه بعد شويه. يبقى دي فكره عمل الليمب ليدز، وانا استفدت منهم ان انا عمال ابص على القلب قدامك بسته كاميرا من كل ناحيه، كل واحد فيهم عمال يسجل فولتج وسيكونس اوف ايفنتس عشان لو في خلل اشوفه هنا، ممكن اشوفه هنا، اشوفه هنا. بس مع فكره اختراع اليونيبولر ليدز دي جت بقى فكره قويه في نفس الفتره، ان هو طالما انا عندي قدره ان اعمل يونيبولر ليدز، انت عمال تبص لاترال وانفيريور، طب ما فيش حاجه تبص فرونتال، مش حاجه تبص من قدام. يعني دلوقتي عامل كاميرات دي، انت راكب عربيه وعامل كاميرات بقى ايه، تبص على جنب العربيه وكاميرات تبص على تحت العربيه، طب ما فيش كاميرات تبص في وش العربيه. يعني فكره منطقيه برضه. عشان كده كانت فكره التشاست ليدز، طالما انا عندي القدره ان انا اعمل حاجات يونيبولر الريليفنس بتاعها زيرو في جهاز، طب ما ازود وابص بقى على العربيه من قدام. يعني عملت صور العربيه من جنبها ومن تحتها، طب زور جمال العربيه من قدامها من وشها. عشان كده حطوا ليدز دي، بتيجي في الفورث انتركوستال سبيس، بتبتدي من الرايت وبعدين الفورث ليفت انتركوستال سبيس وبعدين ترسم لحد ما توصل للاكس. فايه؟ حطيت كده ست كاميرات قدام، واحد اثنين ثلاثة، في واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة، ويبدأوا إيه؟ يصوروا القلب هم كمان قدام. ده كده ممتاز قوي. دول كمان، دول الستة دول كلهم يونيبولر. وبالتالي بقى عندي إيه؟ لما أجمعهم كلهم على بعض، لا ده أنا بص على القلب من هنا لاترال، وبص على القلب من هنا انفيرير، وبص على القلب من هنا ناحية الرايت، وبص على القلب من هنا فرونتال من قدام. يبقى بقى حلو جدا، انتيرير ولاترال وانفيرير ورايت، كده بقى عندي 12 كاميرا اعملهم كده بقى وابص واتفرج على القلب براحتي من كل ناحيه. وبالتالي لما تيجي تقرا الاي سي جي، لما بيكون هدفك احيانا اللوكاليزيشن، يعني لو عايز تعرف ايه هو انا لاترال ولا انفيرير، زي حالات المايكارديال انفاركشن مثلا، ما المايكارديال انفاركشن ده انت عايز تعرف مكانه لاترال انفيرير انتيرير. عشان كده دايما تبص ايه ده؟ انا هقرا الاي سي جي بالترتيب، انا عارف ان واحد واي في ال بيبصوا لاترال، وفي خمسه وفي سته بيبصوا لاترال اهو من الناحيه دي، وده بيبص لاترال. لا ده انا عايز ابص انفيري، خلاص اثنين وثلاثه واي في اف بيبصوا انفيري. نسيت هنا في اللاترال، في اللاترال واحد واي في ال وفي خمسه وسته. انا عايز ابص انتيرير، عايز ابص انتيرير اهو من في 1 لفي 4. بس اقول له خلي بالك احيانا في 1 وفي 2 بيبصوا اكتر على الانتيرير سيبتم، وفي 3 وفي 4 بيبصوا اكتر على الانتيرير، والاثنين بيبصوا انتيرير على فكره. عشان كده دايما تلاقي كلمه انتيرير يقول لك ايه، انه من في 1 لفي 4 انتيرير. بس انا بفرقها لك عشان خاطر لو بتسمع انه لا ده اقرب ناحيه السبتم، بقول لك ان في 1 وفي 2 بيبصوا على الانتيريور سبتم اكتر من في 3 و4 اللي بيبصوا على الانتيريور، لكن بعتبر كل دول انتيريور. يبقى مهم انه الاي سي جي، بص بقى الورقه اللي قدامي دي بتبص على ايه؟ الورقه دي بتبص على فولتج، وبالتالي مسجله حاجات بفولتج، الحاجات القويه مسجلها، والحاجات القويه قوي مسجلها كبيره قوي، والحاجات القليله مسجلها قليله. ده لو فولتج، ده هاي فولتج. نمرة 2 مسجلة سيكونس اوف ايفنتس. يعني ايه سيكونس اوف ايفنتس؟ ادا بي ويف، ادا كيو ار اس، ادا تي، وبعد كده شوية بعد كده بي كيو ار اس، يعني بتسجل سيكونس اوف ايفنتس. نمرة 3 لا ده الجهاز كمان عنده سباتشال اورينتيشن، يعني باصص لي 1 واي في ال وفي 5 و6 لاترال، 2 و3 واي في اف انفيرير، من في 1 لفي 4 انتيرير. ده كده القيم، ودي الحاجات اللي انا بستفيد منها في الاي سي جي. نورمال اي سي جي، انا كده فهمت انه القلب ده فيه الكتروميكانيكال كابلنج، وبالتالي
في الكتريك كارنت، والالكتريك كارنت دي بتبقى طالعه من البيس ميكرز اوف ذا هارت وبتبقى كوندكتد عن طريق كوندكشن سيستم في القلب. والحاجات دي الجهاز الاي سي جي بيسجل الالكتريك اكتيفيتي بالسيكونس اوف ايفنتس اللي بيحصل في الكوندكشن ده. وعرفت ان الاي سي جي ده بيصورهم في صوره لامب ليدز وبريكورد الليدز، وفهمت الكلام ده. بس انا برضو لما ابص في الاي سي جي دلوقتي، انت قلت لي انا فاهم انه ده لو فولتج قصير شويه، ده هاي فولتج عالي شويه، كهرباء هنا اعلى من الكهرباء هنا، بس انا ما بفهمش هو ليه مره فوق ومره تحت. يعني ليه هنا ليه دبل فوق وليه دي تحت؟ طب ما دي فولتج عالي ودي فولتج عالي، ما يكونش ده اللي بيبص تحت ده فولتج قليل قوي، يعني مثلا ده فولتج قليل وده فولتج قليل قوي وده بقى فولتج عالي قوي. لا طبعا، ده فولتج عالي وده فولتج عالي. هو جهاز ملوش فوق تحت فكره الفولتج. يعني لما اجي احسب موضوع الفولتج ده، لما كنت بقول لك انه ايه كل واحد ملي فولت بيدي 10 ملم، على فكره هم دول 10 ملم دول زي ال 10 ملم دول، ما يفرقوش من بعض. فانت بقى فكره دلوقتي لازم تعرف ايه ده، هو ليه الاي سي جي ساعات بيبص تحت بيبص فوق؟ احنا اتفقنا على الترمينولوجي عشان ما تبقاش تتكلم لانجوج مش موجوده في عند في الاي سي جي. اللي فوق اسمه بوزيتيف ديفلكشن واللي تحت اسمه نيجاتيف ديفلكشن. فانت ما تجيش لواحد تقول له يا دكتور هو ليه الاي سي جي بص مفيش حاجه اسمها بص تحت، تقول له هو ليه هنا النيجاتيف ديفلكشن بروميننت وهنا البوزيتيف ديفلكشن مور بروميننت؟ يعني الليد ده في حته بوزيتيف ديفلكشن وحته نيجاتيف، ليه هنا النيجاتيف اكتر من البوزيتيف؟ على الرغم ان انا بص هنا في نيجاتيف وبوزيتيف، ليه البوزيتيف ديفلكشن اكبر من النيجاتيف ديفلكشن؟ فيجي يقول لك انت كده مش فاهم اصلا الكونسبت. هنا مثلا بص نيجاتيف اهو نيجاتيف ديفلكشن، هنا بوزيتيف. بيقول لك انت اساسا واضح ان انت مش عارف هو الاي سي جي فكرته مبنيه على ايه، عشان كده البوزيتيف ديفلكشن اصله منين والنيجاتيف ديفلكشن اصله منين. القاعده في الاي سي جي انه الدي بولاريزيشن ويف لما تكون متجهه ناحيه الليد بتعمل بوزيتيف ديفلكشن، ولما تكون متجهه اواي من الليد بتعمل نيجاتيف ديفلكشن. الدي بولاريزيشن ويف اتجاه الكهرباء. تقول لي نيجاتيف واواي، والله بقى لو احنا بعد كل الكلام ده وانت مش فاهم ان الليدز دي بتبص في اتجاهات معينه وانا بقول لك ناحيتها او بعيد عنها انت مش فاهم ايه، تبقى دي مشكله عندك بقى. يعني لما بقول لك واحد ويف اللي عاملين كده، فبقول لك لو الكهرباء راحه كده تبقى راحه عكسهم، ولو الكهرباء راح الناحيه دي تبقى راحه في اتجاههم وعكس الليفت اي بي ار. انت لازم يكون عندك شكل توقع. هنا مثلا لما اقول لك الكهرباء كده تبقى راحه ناحيه في 6، لو راحه كده تبقى اواي وراحه ناحيه في 1. فانا مثلا بقول لك دلوقتي الكهرباء الدي بولاريزيشن ويف لو متجهه ناحيه ليد، يعني لو هي رايحه ناحيه اتجاه في 6 هتعمل بوزيتيف ديفلكشن. طيب لو هي رايحه في اتجاه في 1 هتعمل بوزيتيف ديفلكشن. طيب وهي رايحه في اتجاه في 6 عملت بوزيتيف ديفلكشن بس تعتبر اواي من في 1، وبالتالي تعمل في في 1 ايه؟ نيجاتيف ديفلكشن. طب والمتجه الناحيه دي رايحه ناحيه اي في 1 فعملت فيه بوزيتيف ديفلكشن، في المقابل في في 6 تعمل فيه نيجاتيف ديفلكشن. وكذلك الكهرباء الناحيه دي. يبقى الفكره فين؟ الفكره انه لو الدي بولاريزيشن ويف راحه بعيد عن الليد بتعمل نيجاتيف ديفلكشن، راحه في اتجاه الليد بتعمل بوزيتيف ديفلكشن. طب لو عملت اتجاه عمودي مع الليد تعمل باي فيزيك كومبلكس، نصها بوزيتيف ونصها نيجاتيف. تقول لي برضو مش مستوعب الفكره، يعني ايه دي بولاريزيشن ويف كذا كذا؟ اقول لك بص، الاس اي نوت مكانها فين؟ في الرايت اتريوم، جنب مين؟ السوبيريو فيني كيفو. الكهرباء بتاعتها بتبقى رايحه فين؟ بتنتشر في الاتريوم وبعد كده تروح في اتجاه الايفي نود، والايفي نود موجود فين؟ هنا في السبتا. يبقى القلب لو انا حطيته هنا الاس اي نود فين؟ اهي. والكهرباء رايحه فين؟ اهي زي ما هو راسمها هنا. هشيل بقى انا ده عشان خاطر ايه اللخبطه، القلب كان هنا والاس اي نود هنا والكهرباء رايحه كده. يبقى مين بقى ترتيبة الليدز؟ اي في ال 1 2 اي في اف 3 اي في ار، صح؟ احنا متعلمين الرصة اللي هي محطوطين فيهم، وهيبدا مخي بعد كده على طول من غير ما يفكر اي في ال 1 2 اي في اف 3 اي في ار. طب ليه ما اخترعهمش وسموهم اسماء تسميات سهله؟ قلت لك هم اخترعوا في ازمنه مختلفه والطريقه بتاعتهم اصلا مختلفه. يبقى دلوقتي ايه؟ خلاص الكهرباء راحه كده، اللي كان هنا ده اي في ار، يبقى الكهرباء راحه اواي منه، يبقى اكيد هيدي نيجاتيف ديفلكشن.
طب راحة في اتجاه ليد 2 يبقى اكيد هيدي بوست ديفلكشن. طب هي اول ايفنت بيحصل في الاي سي جي هو ايه؟ الاتريال ديبولاريزيشن اللي بيعبر عنه بالبي ويف. يبقى طبيعي اللي راحه ناحيته تبقى بوزيتيف ديفلكشن واللي راحه اواي تبقى نيجاتيف ديفلكشن. عشان كده لما باجي ابص في الفريق الاي سي جي دايما الاقي المنظر كده، في ليد 2 هلاقي البي ويف بوزيتيف، في ليد اي في ار هلاقي الليد نيجاتيف. اولا انت بتستغرب قوي انه دكتور القلب او اي دكتور راح ماسك الاي سي جي يقول لك اه تمام تمام الورقه الجهاز ده متوصل مظبوط، او لا لا عادي الاي سي جي ده انت موصلاه غلط. هو ازاي عارفها؟ عشان خاطر هو فاهم بس النظريه السهله دي، انه الليد الكهرباء راح ناحيته بيدي بوزيتيف، اللي راح قوي بقى نيجاتيف. هل في قلب في الدنيا الكهرباء فيه بتطلع كده؟ انا بتكلم في الظروف العاديه، مش في قلب في الدنيا الكهرباء فيه بتروح عامله كده. انت عايز بقى يعني نمشي بالعكس كده، يعني عايز ليد اي في ار ده تبقى البي فيه بوزيتيف كده، وليد بي هنا تبقى البي دي نيجاتيف كده. عمر شو في كهرباء في القلب تمشي كده؟ كهرباء بتمشي كده من الاس يعني واضح. انت بتشوف الاي سي جي ده رغم انه مش واضح قوي يعني، بس يعني لو جالك واحد في الامتحان هيبقى اوضح من ده. بص الليد اي في ار البي على رغم انها صغيره بس بص لفوق. انت كمان هتشوف بعد شويه ان الكيو ار اس كومبلكس كمان البوست الديفلكشن بتاعها بريدومينتلي بوزيتيف. ما احنا بنبص على الكومبلكس كده وبنشوف هل هي بريدومينتلي هي فيها بوزيتيف ونيجاتيف، بنشوف هي بريدومينتلي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دي بريدومينتلي بوزيتيف. طب لما تيجي تبص في ليد 2 تلاقي البي ويفز بتاعتها مقلوبه حتى لو مش باين قوي هنا. كي ار اس كومبلكس بريدومينتلي نيجاتيف. هو في كهرباء في القلب عامله كده راح ناحيه الاي بي ار تخلي البي في الديفلوب. عشان كده حتى دكتور الامتياز اللي هو لسه ما يعرفش حاجه في الاي سي جي، هو الحاجه الوحيده اللي عارفها اول ما يمسك فريق الاي سي جي يبص على البي ويف في ليد 2 واي بي ار. لو لقى بوست في ليد 2 وليد في اي بي ار يقول الاي سي جي مظبوط، لو لقى العكس يقول للدكتور ايه؟ دكتور الاي سي جي ده مقلوب. يروح بقى ايه؟ الدكتور الكارديولوجي السينيور عليه يعلم عليه ويقول له لا الاي سي جي ده مظبوط. ليه؟ اصل العيان اللي عندك ده عنده ديكستروكارديا. مين العيان الوحيد اللي تلاقي انه ليدز دي في ليد 2 نيجاتيف وفي ليد اي في ار بوزيتيف وتقول عليه انه الاي سي جي صح؟ لو كان العيان ده ديكستروكارديا. تقول لي طب وانا هعرف منين بقى؟ هعرف منين بقى اذا كان ده ريفرسد ولا ده ديكستروكارديك؟ معلومه هنشرحها بعد كده بس حطها في بالك دلوقتي وناخدها بعد كده. في العينين بتوع الديكستروكارديا طبيعه الاي سي جي لاسباب هنشوفها حالا بعد شويه انه بيبتدي بريدومينتلي نيجاتيف وبعدين يقلب بوزيتيف. في عينين الديكستروكارديا المساله دي معكوسه، بيبتدوا بوزيتيف ويقلبوا هنا بنيجاتيف. انا بتكلم على بريدومينتلي، يعني بص منظر الكومبلكس دي قدامك كده على بعضها، هي فيها بوزيتيف ونيجاتيف، مين اللي اكتر نيجاتيف اكتر؟ يبقى دي بريدومينتلي نيجاتيف، دي بريدومينتلي نيجاتيف، هنا بدات تبقى بريدومينتلي بوزيتيف، بريدومينتلي بوزيتيف بوزيتيف. في عينين الديكستروكارديا لا، هتلاقيه ابتدى بوزيتيف وبعدين قلب نيجاتيف. يبقى انا لو بصيت في اي سي جي ولقيت البي ويف في اي في ار هي البوزيتيف وهنا نيجاتيف، ابص في الشاست ليدز لو لقيتهم سلام يبقى ده الممرضه هي اللي عكس الليدز مكان بعضها، لو لقيتهم هم كمان معكوسين يبقى ده ديكستروكارديك. ده بالنسبه لموضوع اتجاه الكهرباء في البي ويف. تقول لي طب بالنسبه للكيو ار اس كومبلكس عايز اعرف برضه اتجاهات الكهرباء وازاي بوزيتيف وازاي نيجاتيف، عايز افهم الكلام ده. اقول لك بص عامة الديبولاريزيشن بتاع الفنتركل بيتم من الاندوكارديوم للابيكارديوم يعني من جوه لبره، والريبولاريزيشن بيبقى العكس من الابيكارديوم للاندوكارديوم. المعلومه رقم اثنين، انت عارف ان الكهرباء بتوصل للاي في نود وبعد كده بتنزل عن طريق البندلز وبعد كده بتمشي في البركنجي فايبرز ويحصل ديبولاريزيشن للفنتركل. اول اتجاه للكهرباء في الفنتركل اول ديبولاريزيشن بيحصل لمين؟ للسبتم. من اي ناحيه؟ بيتم من ناحيه الليفت تو ذا رايت، ده اول ايفنت بيحصل جوه الفنتركل. وبالتالي الكهرباء بتبقى ماشيه كده. فاكر التشاست ليدز كانوا مرصوصين ازاي؟ في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6. مش دي كانت الترتيبه بتاعتهم؟ وقلت لك انه في 1 وفي 2 بيبصوا اكتر حاجه على السبتم. في 1 في 2 بعد كده في 3 في 4 بعد كده في 5 في 6. يبقى في 1 في 2 اقرب حاجه ناحيه السبتم. بص الكهرباء ده اول ايفنت بيحصل في الفنتركل، بص الكهرباء بتروح ازاي؟ كده. عشان تعمل ديبولاريزيشن لمين؟ للسبتم اول حاجه. وبالتالي الكهرباء راحت في اتجاه في 1
وبالتالي الفي 1 يظهر فيه بوزيتيف ديفليكشن. ما هو الديبولاريزيشن ويف الليد اللي تروح ناحيته تعمل فيه بوزيتيف ديفليكشن، طب مين اللي عكسها في 6 تعمل فيه نيجاتيف ديفليكشن. طب وبعد كده تبدا الكهرباء تروح تعمل استيميليشن للفنتريكلز، ده الليفت فنتريكل وده رايت فنتريكل، دي مش موجوده وانا مسحتها. ليه؟ لانه بص المصل بتاع الليفت فنتريكل قد ايه والرايت فنتريكل قد ايه. طب وجهاز الاي سي جي بيشوف ايه؟ بيشوف الفولتج بتاعه اعلى. طب انت رايك مين هيبقى اعلى، ده ولا ده؟ اكيد الاثخن ده. ليه؟ لانه معظمنا عندنا الليفت فنتريكل هو الالكتريك بريدوميننت، معظمنا الليفت فنتريكل بريدوميننت لانه الماسلز بتاعته ثيك، وبالتالي جهاز الاي سي جي هيشوف دي ودي في نفس الوقت، لا هيتجاهل دي ويركز مع دي لان دي هتبقى ماسكت جوه دي. جهاز بيشوف الفولتج الاعلى، طالما ايفنتس اثنين ايفنتس هيحصلوا في نفس الوقت هو هيشوف الاعلى. الديبولاريزيشن بتاع السيبتون كان بيحصل لوحده، انما بعديها على طول بيروح حاصل الايه؟ الديبولاريزيشن بتاع ده وده، مش هيشوف ده، هيشوف ده بس. طب ده عامل ازاي؟ رايح في اتجاه الليفت فنتركل، يبقى اواي من ليد في 1، يبقى بعد ما كان عمل بوزيتيف ديفليكشن يعمل نيجاتيف ديفليكشن، وراح في اتجاه في 6 بعد ما كان نيجاتيف ديفليكشن هيروح قالب بعد كده بوزيتيف ديفليكشن. ده السيكونس واحد اثنين، هو ده ربنا خلق الفنتركل الاستيميليشن بتاعه بيحصل كده. بس خلي بالك، هل المصل بتاع السيبتم دي زي المصل بتاع الليفت فنتركل دي؟ هتقول لي برضه لا. عشان كده الار اللي بتعملها هنا او الكيو اللي بتعملها هنا اللي بيسموها سيبتال كيو بتبقى صغيره، فولتج صغير على قد السيبتم، انما بتاعه المصل التخينه دي بص الاس هنا عامله ازاي، بص الار هنا عامله ازاي. يبقى المساله هما ليه الفولتج بتاعهم مرتفع؟ عشان المصل نفسها ثيك. انما ليه نيجاتيف وليه بوزيتيف؟ ده طلعت لكونسبت تاني خالص، ده طلع ليه اتجاه بي، اتجاه الديبولاريزيشن ويف. عشان كده دايما لما تيجي تبص في الاس جي دايما هتلاقي المنظر عامل كده، في في 1 ار اس، في 6 كيو ار، ار اس كيو ار، ار اس كيو ار. ليه؟ عشان اول كهرباء كانت رايحه ناحيه السبتم، تاني كهرباء تحرق بتلفت فنتركل، هنا تدي بوزيتيف وتدي نيجاتيف هنا، وبعد كده دي تدي نيجاتيف هنا وبوزيتيف هنا، بس دي اقوى من دي. بص في اي سي جي متصور من عيان، اي اي سي جي هجيبه لك، اي اي سي جي ار اس كيو ار. بس الفكره فين؟ وانا بتحرك من في 1 لفي 6 تشوف حاجه اسمها ترانزيشن زون. يعني امتى؟ يعني امتى البوزيتيف هيبقى قد النيجاتيف وبعدين نقلب بيه بوزيتيف ويف. شايف هنا امتى؟ المازال هنا النيجاتيف اكبر من البوزيتيف، هنا النيجاتيف اكبر. بص عند في 3 الاثنين بقى قد بعض، وبعد كده بقى البوزيتيف هو اللي بريدومينت. ده اسمها ترانزيشن زون، بيكون نورمالي من في 3 لفي 4 زي اللي قدامنا ده. اول واحد ده نورمال، ده بنقول عليه الار ويف بروجريشن. عارف ليه اسمه الار ويف بروجريشن؟ عشان خاطر الار بتبتدي صغيره وبعد كده بيبقى الار كبير، الارات كبيره، فيقول عليها ار ويف بروجريشن، انتقال من الار الصغيره للار الكبير. الترانزيشن زون ده قلت لك بيكون نورمال فين؟ من في 3 او في 4، هنا كان في في 3. بس خلي بالك لو اتاخر لحد في 5 ده اسمه ديلايد ترانزيشن زون، او اسمه بور ار ويف بروجريشن، وده ليه كلينيكال سيجنفكنس. الحاجه الثانيه انه ممكن يحصل بدري، ايرلي ار بروجريشن اللي هو ده ايرلي ترانزيشن زون. تبقى عارف بس موضوع الترانزيشن زون ده نورمال من في 3 لفي 4. ليه يهمني قوي؟ عشان خاطر في امتحانات اليو اس ملي سي كي او الام ار سي بي لما يقول لك العيان عنده بور ار ويف او بور ار ويف بروجريشن في الاي سي جي، ممكن يكون في اشاره ان العيان ده عنده كارديوميوباثي في العضله بتاعت الليفت فنتركل. طيب الحاجه الثانيه بقى، انت فهمت كده التشست ليدز وسهله بالنسبه لك، تشست ليدز من في 1 لفي 6 وعرفت المساله هتبقى ماشيه ازاي والترانزيشن زون هيبقى فين، وليه في 1 شكلها كده، في 1 وفي 2 شكلهم كده، وليه في 5 و6 شكلهم كده. تقول لي بس انا طب الليمب ليدز ما كلمتنيش برضو عن الليمب ليدز، انا عايز اعرف هم عاملين ازاي. اقول لك الليمب ليدز في الفنتريكولار ديبولاريزيشن صعبين شويه. ليه صعبين شويه؟ هقول لك. اول حاجه ليد اي في ار مش صعب. ليه؟ لانه دايما الكهرباء اواي من اي في ار، عمرنا ما شفنا كهرباء تروح في اتجاه اي في ار.
ليه؟ اي في ار ده ناحيه الرايت شولدر، تمام؟ مفيش كهرباء هتطلع رايحه ماشيه هي في اتجاه الاس نود. الكهرباء بتيجي من الاس نود مش بتروح الاس نود. عشان كده الكومبلكس دايما بتاعت الاي في ار ايا كان شكلها هي بريدومينتلي نيجاتيف. عشان كده ما ينفعش اشوف اي سي جي او الاقي فيه اي في ار بريدومينتلي بوزيتيف، لازم يكون الاي في ار بريدومينتلي نيجاتيف. زي ما كانت البي ويف بتاعته نيجاتيف، زي ما تكون الكومبلكس بريدومينتلي نيجاتيف، زي ما التي ويف بتفول الكيو ار اس كومبلكس. عشان كده التي ويف هي كمان هتبقى نيجاتيف زي الكيو ار اس كومبلكس. دي معلومة سهلة خالص في اللامب ليدز في موضوع مش هتفهمني بقى بالنسبة من واحد واثنين وثلاثة وي في ال وي في اف الخمسة دول ايه وضعهم؟ هقول لك ماشي، انا هقولها لك للفهم. يعني عشان تبقى مستوعب الفكرة وفكرة الديبولاريزيشن ويف لما تكون في اتجاه الليد لما تكون في عكس الليد، ده اوضح لك الفكرة بس. انما هل هتتسال فيها في الامتحان؟ لا. امال سؤال الامتحان فين؟ هقول لك عليه. ايه هم فكرتهم؟ دايما لما تيجي تقرا في الاكسبلانيشن بتاعت الاسئله في حاجه مشهوره عن القلب يقول لك ايه؟ الفيرتيكال هارت والهوريزونتال هارت. هل هو القلب فعلا هيبقى فيرتيكال او هوريزونتال؟ هو طبعا في اناتوميك فاريابيلتي ودي بتلعب دور، لكن انا بتكلم على الالكتريك اكسس اوف ذا هارت، الكيو ار اس اكسس اوف ذا هارت، يعني اتجاه الكهرباء. يعني لما بقول عليه فيرتيكال يعني اتجاه الكهرباء هو اللي فيرتيكال، هوريزونتال اتجاه الكهرباء هو اللي هوريزونتال، مش القلب قاعد هوريزونتال. ممكن يبقى فيه القلب ديفييتد سام هاو اناتوميكلي بس مش نايم لا بالطول ولا بالايه بالعرض. فده اسمه الالكتريك اكسس اوف ذا هارت او اسمه الكيو ار المين كيو ار اس اكسس اوف ذا هارت. ده ايه؟ ده القلب. مش من شويه انا قلت لك احنا هنحفظ الايه دايره الكهرباء دي، هنحفظ الدرجات بتاعتها. ادي القلب اهو. بص الجزء من هنا لهنا هيبقى من 0 لبلس 180، وجزء من هنا لهنا هيبقى من 0 لماينس 180، وكده نبقى كملنا دايره 360. يعني هنا 0 30 60 90 100 110 180، هنا 0 بلس 30 بلس 90 وهكذا لحد ما نوصل لحد هنا. كده نبقى كملنا دايره 360. الفكرة بقى انه القلب قاعد فين في الدايرة دي؟ القلب قاعد في الدايرة ما بين ماينس 30 ل 100، وبالتالي الرسمة دي ادق مجال. يعني ايه قاعد؟ يعني شايف الرسمة؟ مست الامتحان شايف هذا الفنتركل، بس هي الرسمة دي بس اللي بيضايقني فيها شوية انه الصح في الاكسس انه مش 110، انه لحد بلس 100. فيعني الخط ده كان محتاج كده شوية. بص اتجاه الكهرباء بيكون ما بين هنا لهنا، ما بين ماينس 30 لبلس 100 اللي هو هنا. ده المين اتجاه الكهرباء بيبقى في الحته دي، يا بيكون كده يا كده يا كده. المهم ان اتجاه الكهرباء ما بيخرجش بره هنا ولا بيخرج بره هنا. طب عايز اشوفها احسن شوفها هنا. انا قاعد هنا وليفت فنتريكل هنا، والكهرباء ما بين ماينس 30 لبلس 100. ممكن يبقى اتجاه الكهرباء كده، اتجاه الكهرباء كده، اتجاه الكهرباء كده، بس كله من خلال ماينس 30 لبلس 100. ده اسمه ايه؟ ده المين كيو ار اس اكسس او الالكتريك اكسس اوف ذا هارت. تقول لي ايه؟ طب لو كانت الكهرباء رايحه كده بعد الماينس 30 يبقى اسمه ايه؟ ليفت اكسس ديفيشن. طب لو كانت الكهرباء رايحه كده بعد البلس 100 يبقى اسمه رايت اكسس ديفيشن. مش ده ليفت؟ ناحيه الليفت ارم وده ناحيه الرايت رايت، يبقى ده اسمه ليفت اكسس ديفيشن وده رايت اكسس ديفيشن. مش القلب اللي هيلف فوق اتجاه الكهرباء بدل ما كان كده في النورمال ما بين ماينس 30 ل 100 راح رايح كده، اسمه ليفت اكسس ديفيشن رايت اكسس ديفيشن. عارف الامتحان هيسالك فين؟ في الليفت ورايت اكسس ديفيشن. اما انا بتكلم فين في فين في دلوقتي؟ ده انا هكلمك جوه النورمال. يعني ايه؟ يعني لما بكلمك في موضوع الهوريزونتال والفيرتيكال هارد بكلمك في النورمال، بقول لك انه الانجل اهي وان الكهرباء ممكن تبقى كده، عارف ده اسمه ايه؟ انترميديت اكسس. طب لما الكهرباء تروح هنا بس اخرها ماينس 30، عارف ده اسمه ايه؟ هوريزونتال هارت. هوريزونتال اكسس. طب لما الكهرباء تروح كده ناحيه البلس 100. تمام؟ فده هوريزونتال. لو كان هنا بس ما عداش ال 100 ده بيقول عليه فيرتيكال هارت.
او فيرتيكال كيو ار اس اكسس او فيرتيكال الكتريكس، يا موضوع هوريزونتال وفيرتيكال واللي في النص ده اسمه انترميديت. انا بكلمك في النورمال لانه الامتحان هيسالني لو كان هنا او هنا، اللي هو اسمه ليفت اكسس ديفيشن او رايت اكسس ديفيشن. طب انت ليه بتكلمني في ده طالما مش هيسالني في الامتحان؟ انا بوريك الكونسبت بتاع البوست ديفليكشن والنيجاتيف ديفليكشن بس، لكن هقول لك لما تيجي تدخل الامتحان اعرف الليفت اكسس ديفيشن والرايت اكسس ديفيشن لان ده بقى مش نورم. تقول لي طيب انا دلوقتي من المنظر هنا شفت في الرسمه دي هدفها كان توريني منظر، توريني القلب وتوريني ماينس 30 ل 100 والليفت فنتركل موجود في النص. وهنا وريت وحبيت توريني الانجلز بالظبط، ومن هي مش 110 ان هي من ماينس 30 لبلس 100 وكده اسمه ليفت اكسس ديفيشن وكده اسمه رايت اكسس ديفيشن. طيب هنا حبيت اوريك ايه؟ اوريك موضوع الاكسس وفي نفس الوقت اوريك الليدز بتاعتنا. اوريك النورمال اكسس بس الرسمه دي كانت محتاجه تعمل كده شويه، كل رسمه الاقي فيها حته تضايقني شويه. كنا عايزين نخلي الاكسس منين؟ من ماينس 30 لبلس 100. ده ايه؟ النورمال اكسس كنا عايزين نخليه كله باللون الايه؟ البيربل. ده كده نورمال اكسس. لو جان كده عدى الماينس 30 يبقى اسمه ليفت اكسس ديفيشن. طب لو عدى البلس 100 يبقى اسمه ايه؟ رايت اكسس ديفيشن. طب وفي النص هنا ده النورمال. لو كان كده اسمه انترميديت اكسس. لو كان رايح الناحيه دي يبقى اسمه فيرتيكال اكسس. سوري هوريزونتال اكسس. لو كان رايح كده يبقى اسمه فيرتيكال اكسس. طب الحاجه الثانيه اللي عايز توريها لي ايه من هنا؟ انه الليدز بتاعتنا موجوده عند اي درجه بقى؟ ليه؟ لان انا بقول ان الليفت اكسس ديفيشن لما تعدي الماينس 30، يعني لما مين بقى عند الماينس 30 ده؟ الاي في ال. واحد عند 0، 2 عند بلس 60، اي في اف عند بلس 90، 3 عند 120، اي في ار عند ماينس 150. تقول لي هو انا لازم اكون حافظهم؟ اقول لك لا. بس ايه؟ انا حافظهم، انت ما تحفظهمش، انا لازم احفظهم. انت ما يفرقش معاك. ليه؟ لان انا لازم ابص في رسم القلب اعرف هو الاكسس عند الدرجه رقم كام بالظبط. انت ما يفرقش معاك. عشان كده عينك بس ايه؟ شافت مكانهم خلاص كده. كل اللي فات النورمال اكسس بتاع الهارت من ماينس 30 لبلس 100. لو عدى الماينس 30 كده ليفت اكسس ديفيشن، لو عدى ال 100 كده اسمه رايت اكسس ديفيشن. في الجزء اللي جوه ده انا هوريك مين الانترميديت، مين الهوريزونتال، مين الفيرتيكال اكسس. هنا في الصوره اللي قدامي دي الكهرباء دي ايه؟ بص الرسمه دي برضو ظريفه. بيقول لك ايه؟ ان النورمال اكسس بتاع الهارت من ماينس 30 ل بلس 100. لو كانت الكهرباء من بين ماينس 30 لبلس 100 ده نورمال، اسمه نورمال اكسس. بس الاكسس ده لو في النص يبقى اسمه انترميديت، لو رايح كده يبقى اسمه هوريزونتال، لو نازل كده يبقى اسمه فيرتيكال. بس لو عديت البلس 100 لا بقى اسمه رايت اكسس ديفيشن. طب لو عديت الماينس 30 يبقى اسمه ليفت اكسس ديفيشن. طب بص كده، شوف كده الرسمه دي قدامي، ايه رايك في اتجاه الكهرباء هنا؟ اللي هو انا من ماينس 30 لحد هنا بلس 100. الكهرباء في النص ولا راحه كده ولا راحه كده؟ لا في النص. اسمه ايه؟ انترميديت اكسس. انترميديت وهوريزونتال وفيرتيكال ده في النورمال اصلا، كلهم نورمال، بس دي فاريابيلتي ما بين. خلينا نشوف الثلاث امثله اهو. ادي المثال الاولاني من ماينس 30 لبلس 100 ده النورمال، تبقى الكهرباء دي نورمال. راحة كده ولا راحة كده ولا راحة كده؟ راحة كده. يبقى ده ايه؟ انترميديت اكسس. بتعرفوا ازاي في الاي سي جي؟ سهل قوي. اولا اي في ار ده قلنا وضعه سهل، ليه؟ لانه دايما الكهرباء راحة قوي منه فلازم يبقى نيجاتيف. طب هنا هي الكهرباء لما هي راحة كده هل هي تعتبر قوي من اي حد من دول؟ يعني هي هل هي قوي من اي في ال؟ هي قوي من اي في ار. بص اي في ار هو اللي في عكسها، انما هنا هي مش راحه ناحيته قوي بس في الانجل دي كلها تمام. الكهرباء الى حد ما راحه ناحيه معظمها، راحه ناحيه معظم، راحه ناحيه يعتبر راحه ناحيه المنطقه دي كلها. عشان كده لما تيجي تبص في الليدز كلها اي في ال 1 2 اي في اف 3 هتبص تلاقي ان الليدز كلها بوزيتيف، بريدومينتلي بوزيتيف. ليه؟
لان الكهرباء راح في اتجاهه. هتسأل سؤال وتقول لا AVL biphasic، نصها بوزيتيف ونصها نيجاتيف. اقول لك بقى انت اللي جبته لنفسك، قلت لك ان الويل ليد اللي الكهرباء راح ناحيته بيدي بوزيتيف ديفلكشن، واللي راح اواي منه بيدي نيجاتيف ديفلكشن، واللي تكون عامله عليه زاويه عموديه مقدارها 90 درجه بيدي بايفيزيك، وبالتالي انا عامل زاويه عموديه هنا مع مين؟ مع اي في ال، عشان كده اي في ال طلع بايفيزيك. ده مستواك؟ لا. بس انا على فكره لما واحد يوريني اي سي جي زي ده بالمنظر ده ويقول لي هو ايه الاكسس بتاع الهارت، ما بقولوش انترميديت، بقول له الاكسس بتاع الهارت بلس 60. عرفت منين بلس 60؟ اولا عرفت ان هم بوزيتيف، عرفت ان احنا ناحيتهم. تاني حاجه بصيت على الليد اللي هو بايفيزيك وعرفت هو عامل انجل مع اي في ال 90 درجه، عرفت ان اللي بيعمل انجل 90 درجه مع الاي في ال هو ليد 2. انت مطالب منك الكلام ده؟ ابدا. فهمت الكونسبت؟ ان اللي بروح ناحيته بيدي بوزيتيف، واللي رايح اوي منه بيدي نيجاتيف، واللي بعمل معاه زاويه 90 درجه بيدي اللي هو البايفيزيك. الحاجه الثانيه، ايه رايك في ده؟ ده الماينس 30 اخر حاجه في الهوريزونتال اكسس، ده لو جت سنه بعد كده هيبقى اسمه ليفت اكسس ديفيشن، يبقى اسمه هوريزونتال اكسس. بص معايا كده، الكهرباء دلوقتي راحه في اتجاه اي في ال، وبالتالي هو بوزيتيف، جنبي ليد واحد وبالتالي هو بوزيتيف، هي طبعا راحه ناحيه اي في ال اكتر من واحد، وبالتالي اي في ال هتلاقي اكبر من واحد. طيب بص كده، الليد الثلاثه ده عكسه وبالتالي يبقى نيجاتيف، ليد اي في اف ده تقريبا عكسه وبالتالي نيجاتيف، ليد 2 ده عامله معاه زاويه 90 درجه وبالتالي بايفيزيك. يعني الخلاصه انه الكهرباء لما بتكون ناحيه الفيرتيكال الهوريزونتال اكسس بتكون راحه ناحيه 1 واي في ال بتخليهم بوزيتيف، وبتكون اواي من 2 و3 واي في اف بتخليهم نيجاتيف، بريدومينتلي نيجاتيف، ما عدا طبعا الليد اللي هي بتبقى عامله انت زاويه 90 درجه معاه. يبقى انا لما ببص على اي سي جي والاقي ان الليدز اللي بتبص ناحيه اللاترال هي اللي بوزيتيف، واللي جايه انفيرير هم اللي جاي انفيرير هي اللي نيجاتيف، بقول ان ده الكهرباء اتجاهها هوريزونتال اكسس. طب هنا ده انا فاضل لي بس حته كده اعدي البلس 100 هنا ويبقى اسمي رايت اكسس ديفيشن، يبقى الكهرباء اللي راحه كده ده اسمه ايه؟ فيرتيكال هارت، نازيه لتحت فيرتيكال، ما هو في الجنب كده هوريزونتال تحت كده فيرتيكال، فيرتيكال هارت. عرفت منين؟ ايه ده؟ ده الكهرباء راحت راحه ناحيه 2 و3 واي في اف، وبالتالي لما اجي ابص على 2 و3 واي في اف الاقيهم بوزيتيف، وان كان طبعا انا شايف كويس ان هي راح ناحيه ليه قريبه قوي من ليد اي في اف وليد 3 اكتر ما منهم من ليد 2، وبالتالي هلاقيهم بوزيتيف اكتر. مش مهم ان هي بوزيتيف كلهم، بس بص الكهرباء تعتبر راحه قوي منين؟ من اي في ال، وبالتالي هتلاقي اي في ال نيجاتيف. طب واحد قوي منه، بس بص عامله معاه زاويه 90 درجه، عشان كده ليد واحد لقيته باي فيزيك. مش مهم، عرفت فكره ان انا لما هكون رايح اوي من واحد واي في ال هخليهم نيجاتيف ودول هخليهم بوزيتيف، عرفت ان انا فيرتيكال هارت. يعني انا بنظره واحده في ثلاث اتجاهات زي دول اجي ابص لا كله بوزيتيف، ده واحد واي في ال واثنين وثلاثه وده انترميديت اكسس، ايه ده؟ ده الليدات اللي هي واحد واي في ال هم اللي بوزيتيف، والليدات الانفيريور دول نيجاتيف، ايه ده؟ ده هوريزونتال اكسس. ايه ده؟ ده ليدات 2 و3 واي في اف اللي هم الانفيريور هم اللي بوزيتيف، و1 واي في ال هم اللي نيجاتيف، ده العيان ده فيرتيكال اكسس. بس هيجي بالك في الامتحان؟ لا. بتقولها لي ليه؟ عرفت ان الكهرباء اللي بتكون رايحه ناحيتك بتبقى بوزيتيف ريفلكشن، واللي بتروح تبقى اواي تبقى نيجاتيف ريفلكشن. اعرفت؟ اقولها لك بقى عشان الحته بتاعت الامتحان. ايه هو الامتحان؟ بيسال فين؟ في الرايت اكسس ديفيشن وفي الليفت اكسس ديفيشن. يعني يبقى الفكره فين؟ ان انا عايز اعرف دلوقتي الاكستريم بقى. الرايت اكسس ديفيشن هو الاكستريم بتاع الفيرتيكال هارت. الليفت اكسس ديفيشن هو الاكستريم بتاع الهوريزونتال هارت. طب خلينا بقى نبص كده. رايت اكسس ديفيشن يعني الكهرباء تخطت ويعني عدت مرحله دي خالص. الكهرباء في رايت اكسس ديفيشن هتبقى هنا. هتعدي البلس 100، هتروح كده. وبالتالي في رايت اكسس ديفيشن انت بتلاقي الكهرباء دايركتد اكتر حاجه ناحيه ليد 3. ده انت بتقول لي في العادي الكهرباء بتبقى اقرب حاجه في الناس اللي هم النورمال اكسس
تبقى قريبه من ليد 2، انما الكهرباء تروح ناحيه ليد 3 وتخلي ليد 3 هو اكتر ليد بوزيتيف، معناها ان الكهرباء دي عدت البلس 100. عشان كده لما اجي ابص في الاي سي جي ده واقول ايه ده ليد 3 بقى اكبر من ليد 2. مش بس كده، طب الكهرباء اللي هتبقى رايحه كده انا هرسمها انا هنا واقول كده، ده اي في اف والكهرباء بتاعتي اخر انا بلس 100، هنا الكهرباء بتاعتي انا دلوقتي راحه كده، بقت راحه كده، بقت راحه ناحيه مين؟ ليد 3. خلاص، مين الليد اللي موجود هنا؟ مين الليد اللي موجود هنا؟ ليد 1. ده الكهرباء بقت اوي من ليد 1، وبالتالي ليد 1 بقى نيجاتيف، والكهرباء راح اكتر حاجه ناحيه ليد 2 ليد 3، وبالتالي ليد 3 بقى اكبر من ليد اي في اف واكبر من ليد 2. انا هحسبها ازاي بقى؟ القاعده السمبل ان انا امسك ليد 3 الاقيه اكبر من ليد 2 وليد 1 بقى نيجاتيف، ده يبقى اسمه رايت اكسس ديفيشن. عرفت منين؟ عرفت انه في الرايت اكسس الكهرباء موجهه بشكل كبير ليد 3 بتخليه اكبر ليد بوزيتيف في الليمب ليدز كلهم، وبتبقى اوي من ليد 1 وبتخليه نيجاتيف. لو بصيت في اي سي جي ولقيت ليد 3 اكبر من ليد 2 وليد 1 نيجاتيف، ده رايت اكسس ديفيشن، 3 اكبر من 2 وليد 1 نيجاتيف. بس انا بنسى، ويعني شويه بقدر اتخيل دايره الكهرباء اللي انت قلتها دي، وقعدت اتخيل الرايت اكسس ان انا معدي البلس 100 والكهرباء رايحه في اتجاه ليد 3، فبالتالي ليد 3 بوزيتيف قوي ومعدي كمان ليد 2 لان الكهرباء ناحيته اكتر من ليد 2، وليد 1 في عكسي فبالتالي نيجاتيف. والله بص، حط الجدول ده في دماغك لما تيجي تبص في اي سي جي وتلاقي، هتزود بس هنا ليد 3 وهتلاقي انه ليد 3 بوزيتيف اكتر من ليد 2 وليد 1 نيجاتيف، يبقى انت رايت اكسس ديفيشن. طب والليفت اكسس اللي هو الاكستريم بقى بتاع الهوريزونتال هارد، بص في الليفت اكسس ديفيشن الكهرباء عامله كده، ارسم هنا دي، انت عارف ان طبعا ده ليد 1 وعارف ان ده ليد اي في ال، وهنا ليد اي في اف. دلوقتي احنا بنتكلم في اي في ال ده بيكون عند درجه كام؟ بيكون عند درجه بلس 30. طب والليفت اكسس ديفيشن بيكون ايه؟ بيكون معدي البلس 30، يعني بيكون الكهرباء رايحه كده، يعني بيكون الكهرباء معديه هنا وراحه كده. طب ايه رايك بقى في ليد 2؟ اللي هو برضو هنا مين اللي هيبقى بوزيتيف؟ مين اكتر ليدر بقى بوزيتيف؟ هتلاقي الكهرباء بوزيتيف جدا، تلاقي الكهرباء بوزيتيف جدا في ليد اي في ال. طبعا ما الكهرباء اقرب حاجه من ليد اي في ال، مين بعديه؟ ليد 1. طب وبالنسبه لليد 2 ده بقى في العكس، ده بقى نيجاتيف. عشان كده يقول لك لو بصيت في الاي سي جي ولقيت ليد 2 نيجاتيف وليد 1 هو اللي بوزيتيف، ده يبقى عنده ليفت اكس ديفيشن. على فكره انت ما استغربتش لما بصيت لقيت اي في ال مور بوزيتيف، طب ما انا فاهم ان الكهرباء عشان اتجاه كده اي في ال واحد بوزيتيف، يبقى الحكايه مش حكايات بصمجيه اللي هو ايه، بص انا علموني في الكليه بص في ليك كذا بص ليك كذا، لما اجي ابص الاقي اي في ال مور بوزيتيف اقول ايه؟ انا فاهم هو ليه مور بوزيتيف لان الكهرباء عامله كده، بس انت بتستخدم سمبل برنسبل لان انا ممكن اقول لك اكتر من كرايتيريا عشان تعرف بيهم الرايت والليفت اكسس، فهم بداوا يستخدموا كرايتيريا سمبل عشان لما تبص عليها بعينك تلقطها، لكن ده ما يشيلش ابدا من دماغك فكره هم ليه بيطلع منظرهم كده. فيقول لك لو في الليفت اكسس ديفيشن لو لقيت ليد 2 نيجاتيف وليد 1 بقى بوزيتيف، يبقى العين ده عنده رايت اكسس ديفيشن، او ليد 1 مور بوزيتيف عن ليد 2 بس ليد 2 ساعتها بيقلب بيبقى مور نيجاتيف. يبقى حط بقى في الاخر دايره الكهرباء الكامله وحط الليدز اللي هو بس هنحفظ منها اللي هم مين؟ اللي هو هنا ليد 1 وهنا ليد 3 وهنا ليد 2. هنبتدي بمين؟
هنبتدي مثلا بالليفت اكسس ديفيشن، يعني رقم واحد ليفت اكسس ديفيشن يعني الكهرباء بقت رايحه كده، يبقى الكهرباء اقرب من مين؟ من ليد واحد، وبالتالي ليد واحد عندنا هيبقى بوزيتيف، وبالتالي بقت قوي من ليد اثنين، وبالتالي ليد اثنين بقى نيجاتيف. يبقى لما تلاقي ليد اثنين نيجاتيف وليد واحد بوزيتيف تعرف ان ده ليفت اكسس ديفيشن. الحاجه الثانيه لما اجي ابص في الاي سي جي وقلت ان العيان ده عنده رايت اكسس ديفيشن، رايت اكسس ديفيشن دي ان الكهرباء راحت كده، يبقى الكهرباء راح ناحيه اكتر حاجه في ليد كام؟ ليد 3. يبقى مين اكتر واحد هيبقى بوزيتيف؟ ليد 3. وهيسبق مين كمان في البوزيتيفيتي؟ هيبقى اكبر من ليد 2، بس الكهرباء بقت رايحه اوي من ليد 1، وبالتالي ليد 1 بقى نيجاتيف. ده اسمه ايه؟ رايت اكسس ديفيشن. كل ما تبص على الاي سي جي بقى وتشوف المنظر ده تبقى عارف اذا كان رايت اكسس ولا ليفت اكسس. في حاجه اسمها انديترمنت اكسس، يعني لما تيجي تبص هنا ما تبقاش عارف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. تيجي تبص تلاقي مثلا واحد وايفال تلاقيهم بوزيتيف، وبعدين تلاقي ثلاثه مش عارف بوزيتيف وايفال كذا، تلاقيه مش ملوش حاجه، فاسمه انديترمنت اكسس. ده ما يهمكش انت خالص. ده كان اخر جزء لينا النهارده.